اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. وحدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينه قال يحيى اخبرنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامه ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين الا ان لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورث، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد، قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين يعني المحرم حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد يعني ابن جعفر حا وحدثني ابو غسان الرازي حدثنا بهز قالا جميعا حدثنا شعبه عن عمرو بن دينار بهذا الاسناد انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فذكر هذا الحديث. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا سفيان بن عيينة، حا. وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم، حا. وحدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع عن سفيان، حا. وحدثنا علي بن خشرم، أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج، حا. وحدثني علي بن حجر، حدثنا إسماعيل عن أيوب. كل هؤلاء عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد، ولم يذكر أحد منهم يخطب بعرفات غير شعبة وحده. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا همام، حدثنا عطاء بن ابي رباح عن صفوان بن يعلى بن اميه، عن ابيه رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانه عليه جبه وعليها خلوق او قال اثر صفره فقال كيف تامرني ان اصنع في عمرتي قال وانزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فستر بثوب وكان يعلى يقول وددت اني ارى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي قال فقال: أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أنزل عليه الوحي؟ قال: فرفع عمر طرف الثوب، فنظرت إليه له غطيط، قال: وأحسبه، قال: كغطيط البكر. قال: فلما سري عنه، قال: أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك أثر الصفرة، أو قال: أثر الخلوق. واخلع عنك جبتك، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمر عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة، وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مقطعات يعني جبه وهو متضمخ بالخلوق فقال اني احرمت بالعمره وعلي هذا وانا متضمخ بالخلوق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك قال انزع عني هذه الثياب واغسل عني هذا الخلوق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. حدثني زهير بن حرب، حدثنا اسماعيل بن ابراهيم، حا، وحدثنا عبد بن حميد، اخبرنا محمد بن بكر، قال اخبرنا ابن جريج، حا، وحدثنا علي بن خشرم، واللفظ له. أخبرنا عيسى عن ابن جريج. قال: أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه معه ناس من أصحابه فيهم عمر إذ جاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعد ما تضمخ بطيب فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت فجاءه الوحي فاشار عمر بيده الى يعلى بن اميه تعال فجاء يعلى فادخل راسه فاذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعه ثم سري عنه فقال اين الذي سالني عن العمره انفا فالتمس الرجل فجيء به فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك وحدثنا عقبة بن مكرم العمي ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم حدثنا أبي قال سمعت قيسا يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن اميه عن ابيه رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانه قد اهل بالعمره وهو مصفر لحيته وراسه وعليه جبه فقال يا رسول الله اني احرمت بعمره وانا كما ترى فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة، وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. وحدثني اسحاق بن منصور اخبرنا ابو علي عبيد الله بن عبد المجيد، حدثنا رباح بن ابي معروف، قال سمعت عطاء قال: اخبرني صفوان بن يعلى عن ابيه رضي الله عنه، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل عليه جبه بها اثر من خلوق فقال يا رسول الله اني احرمت بعمره فكيف افعل فسكت عنه فلم يرجع اليه وكان عمر يستره اذا انزل عليه الوحي يظله فقلت لعمر رضي الله عنه اني احب اذا انزل عليه الوحي ان ادخل راسي معه في الثوب فلما انزل عليه خمره عمر رضي الله عنه بالثوب فجئته فادخلت راسي معه في الثوب فنظرت اليه فلما سري عنه قال اين السائل انفا عن العمره فقام اليه الرجل فقال انزع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق الذي بك، وافعل في عمرتك ما كنت فاعلا في حجك. حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة جميعا عن حماد. قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينه ذا الحليفه ولاهل الشام الجحفه ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم قال فهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمره فمن كان دونهن فمن اهله وكذا فكذلك حتى اهل مكه يهلون منها حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا يحيى بن ادم حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل أهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهم، ولكل آت أتى عليهن من غيرهن، ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينه من ذي الحليفه واهل الشام من الجحفه واهل نجد من قرن قال عبد الله وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مُهل أهل المدينة ذو الحليفة ومهل أهل الشام مهيعه، وهي الجحفه، ومهل أهل نجد قرن. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أسمع ذلك منه، قال: ومهل أهل اليمن يلملم. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبه بن سعيد وعلي بن حجر قال يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل المدينه ان يهلوا من ذي الحليفه واهل الشام من الجحفه وأهل نجد من قرن. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وأخبرت أنه قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسال عن المهل فقال سمعت ثم انتهى فقال اراه يعني النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني زهير بن حرب وابن ابي عمر قال ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر رضي الله عنهما: "وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ويهل أهل اليمن من يلملم". وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد كلاهما عن محمد بن بكر. قال عبد اخبرنا محمد، اخبرنا ابن جريج، اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسال عن المهل، فقال: سمعت احسبه رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مهل اهل المدينه من ذي الحليفه. والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال قرأت على مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء اليك والعمل حدثنا محمد بن عباد حدثنا حاتم يعني بن اسماعيل عن موسى بن عقبه عن سالم بن عبد الله بن عمر ونافع مولى عبد الله وحمزه بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استوت به راحلته قائمه عند مسجد ذي الحليفه اهل فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك قالوا وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول هذه تلبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نافع كان عبد الله رضي الله عنه يزيد مع هذا لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء اليك والعمل. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن عبيد الله اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تلقفت التلبية من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بمثل حديثهم. وحدثني حرملة بن يحيى: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، قال فإن سالم بن عبد الله بن عمر أخبرني عن أبيه رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لا يزيد على هؤلاء الكلمات وان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد الحليفة، أهل بهؤلاء الكلمات. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات، ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك لبيك، والرغباء إليك والعمل. وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري، حدثنا النضر بن محمد اليمامي، حدثنا عكرمة يعني ابن عمار، حدثنا أبو زميل، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكم قد قد فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن موسى بن عقبه عن سالم بن عبد الله انه سمع اباه رضي الله عنه يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد يعني ذا الحليفه وحدثناه قتيبه بن سعيد حدثنا حاتم يعني بن اسماعيل عن موسى بن عقبه عن سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا قيل له الاحرام من البيداء قال البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج انه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا ابا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها قال ما هن يا ابن جريج قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان، فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين. وأما النعال السبتية، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر، ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال، فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. حدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، حدثني أبو صخر عن ابن قسيط. عن عبيد بن جريج قال حججت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بين حج وعمرة ثنتي عشرة مرة فقلت يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت منك أربع خصال وساق الحديث بهذا المعنى إلا في قصة الإهلال فإنه خالف رواية المقبوري فذكره بمعنى سوى ذكره اياه. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع رجله في الغرز وانبعثت به راحلته قائمه أهل من ذي الحليفة. وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به ناقته قائمة. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمه وحدثني حرمله بن يحيى واحمد بن عيسى قال احمد حدثنا وقال حرمله اخبرنا بن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب ان عبيد الله بن عبد الله بن عمر اخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفه مبداه وصلى في مسجدها حدثنا محمد بن عباد اخبرنا سفيان عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين احرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت وحدثنا عبد الله بن مسلمه بن قعنب حدثنا افلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين احرم ولحله حين احل قبل ان يطوف بالبيت وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن عمر قال سمعت القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه. وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر اخبرنا ابن جريج اخبرني عمر بن عبد الله بن عروه انه سمع عروه والقاسم يخبران عن عائشه رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريره في حجه الوداع للحل والاحرام وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينه قال زهير حدثنا سفيان حدثنا عثمان بن عروه عن ابيه قال سالت عائشه رضي الله عنها باي شيء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حرمه قالت باطيب الطيب وحدثناه أبو كُريب، حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن عثمان بن عروة، قال: سمعت عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأطيب ما أقدر عليه، قبل أن يحرم ثم يحرم. وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن ابي فديك اخبرنا الضحاك عن ابي الرجال عن امه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين احرم ولحله قبل ان يفيض باطيب ما وجدت وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وابو الربيع وخلف بن هشام وقتيبه بن سعيد قال يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا حماد بن زيد عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت كاني انظر الى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ولم يقل خلف وهو محرم، ولكنه قال: وذاك طيب إحرامه. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت لك أني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهل وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج قالوا حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت كاني انظر الى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود وعن مسلم عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت لك اني انظر بمثل حديث وكيع وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابراهيم يحدث عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كأنما أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لأنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وحدثني محمد بن حاتم، حدثني اسحاق بن منصور وهو السلولي، حدثنا ابراهيم بن يوسف وهو ابن اسحاق بن ابي اسحاق السبيعي. عن ابيه عن ابي اسحاق سمع ابن الاسود يذكر عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يحرم يتطيب باطيب ما يجد، ثم ارى وبيص الدهن في راسه ولحيته بعد ذلك. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد الواحد عن الحسن بن عبيد الله، حدثنا ابراهيم عن الاسود، قال قالت عائشه رضي الله عنها كاني انظر الى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم وحدثناه اسحاق بن ابراهيم اخبرنا الضحاك بن مخلد ابو عاصم حدثنا سفيان عن الحسن بن عبيد الله بهذا الاسناد مثله وحدثني أحمد بن منيع ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم أخبرنا منصور عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك حدثنا سعيد بن منصور وابو كامل جميعا عن ابي عوانه قال سعيد حدثنا ابو عوانه عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابيه قال سالت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما فقال ما احب ان اصبح محرما انضخ طيبا لان اطلي بقطران احب الي من ان افعل ذلك فدخلت على عائشه رضي الله عنها فاخبرتها ان ابن عمر قال ما احب ان اصبح محرما انضخ طيبا لان اطلي بقطران احب الي من ان افعل ذلك فقالت عائشه انا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند احرامه ثم طاف في نسائه ثم اصبح محرما حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني بن الحارث حدثنا شعبه عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر قال سمعت ابي يحدث عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه، ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. وحدثنا ابو كريب، حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان، عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر، عن ابيه: قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لأن اصبح مطليا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضخ طيبا قال فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها بقوله فقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في نسائه ثم أصبح محرما حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامه الليثي انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما ان راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة جميعا عن الليث بن سعد حا وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر حا وحدثنا حسن الحلواني حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد أهديت له حمار وحش كما قال مالك وفي حديث الليث وصالح أن الصعب بن جثامة أخبره وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد وقال أهديت له من لحم حمار وحش وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم، فرده عليه وقال: لولا أنا محرمون لقبلناه منك. وحدثناه يحيى بن يحيى: أخبرنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت منصورا يحدث عن الحكم: حا، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة جميعا عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية منصور عن الحكم أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش. وفي رواية شعبة عن الحكم: عجز حمار وحش يقطر دما. وفي رواية شعبة عن حبيب: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شق حمار وحش فرده. وحدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال اخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم زيد بن ارقم فقال له عبد الله بن عباس يستذكره كيف اخبرتني عن لحم صيد اهدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام قال قال أهدي له عضو من لحم صيد فرده، فقال: إنا لا نأكله، إنا حرم. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان حا، وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ له، حدثنا سفيان، حدثنا صالح بن كيسان، قال سمعت أبا محمد مولى أبي قتادة يقول: سمعت أبا قتادة يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير المحرم، إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش، فأسرجت فرسي وأخذت رمحي. ثم ركبت فسقط مني سوطي، فقلت لأصحابي وكانوا محرمين: ناولوني السوط، فقالوا: والله لا نعينك عليه بشيء، فنزلت فتناولته ثم ركبت، فأدركت الحمار من خلفه، وهو وراء أكمه، فطعنته برمحي فعقرته، فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم: كلوه، وقال بعضهم: لا تأكلوه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا، فحركت فرسي فأدركته فقال: هو حلال فكلوه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك حا، وحدثنا قتيبة عن مالك فيما قرئ عليه، عن أبي النضر، عن نافع مولى أبي قتادة. عن ابي قتاده رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان ببعض طريق مكه تخلف مع اصحاب له محرمين وهو غير محرم فراى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسال اصحابه ان يناولوه سوطه فابوا عليه فسالهم رمحه فابوا عليه فاخذه ثم شد على الحمار فقتله فاكل منه بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وابى بعضهم فادركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالوه عن ذلك فقال انما هي طعمه اطعمكموها الله وحدثنا قتيبه عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي قتاده رضي الله عنه في حمار الوحش مثل حديث ابي النضر غير ان في حديث زيد بن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء وحدثنا صالح بن مسمار السلمي حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابي عن يحيى بن ابي كثير حدثني عبد الله بن ابي قتاده قال انطلق ابي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبيه فاحرم اصحابه ولم يحرم وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عدوا بغيقه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبينما انا مع اصحابه يضحك بعضهم الى بعض اذ نظرت فاذا انا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فاثبته فاستعنتهم فابوا ان يعينني فاكلنا من لحمه وخشينا ان نقتطع فانطلقت اطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفع فرسي ارفع فرسي شاوى وأسير شأوى، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، فقلت أين لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: تركته بتعه، وهو قائل السقيا، فلحقته فقلت يا رسول الله، إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، وإنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك، انتظرهم، فانتظرهم. فقلت يا رسول الله اني اصدت ومعي منه فاضله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للقوم كلوا وهم محرمون. حدثني ابو كامل الجحدري، حدثنا ابو عوانه عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه رضي الله عنه، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا وخرجنا معه قال فصرف من اصحابه فيهم ابو قتاده فقال خذوا ساحل البحر حتى تلقوني قال فاخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم احرموا كلهم الا ابا قتاده فانه لم يحرم فبينما هم يسيرون اذ راوا حمر وحش فحمل عليها ابو قتاده فعقر منها اتانا فنزلوا فاكلوا من لحمها قال فقالوا اكلنا لحما ونحن محرمون قال فحملوا ما بقي من لحم الاتان فلما اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله انا كنا احرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش، فحمل عليها أبو قتادة، فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، فقلنا: نأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها. فقال: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قال: قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة حا، وحدثني القاسم بن زكريا، حدثنا عبيد الله عن شيبان، جميعا عن عثمان بن عبد الله بن موهب، بهذا الاسناد. في رواية شيبان: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ وفي رواية شعبة قال: أشرتم أو أعنتم أو أصدتم؟ قال شعبة: لا أدري، قال: أعنتم أو أصدتم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا معاوية وهو ابن سلام أخبرني يحيى أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه رضي الله عنه أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية قال فأهلوا بعمرة غيري قال فاصطدت حمار وحش فأطعمت أصحابي وهم محرمون ثم اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فانباته ان عندنا من لحمه فاضله فقال كلوه وهم محرمون حدثنا احمد بن عبده الضبي حدثنا فضيل بن سليمان النميري حدثنا ابو حازم عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه رضي الله عنه أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم محرمون، وأبو قتادة محل، وساق الحديث وفيه، فقال: هل معكم منه شيء؟ قالوا: معنا رجله. قال: فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكلها. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص، حا وحدثنا قتيبة وإسحاق عن جرير كلاهما عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبد الله بن أبي قتادة، قال: كان أبو قتادة في نفر محرمين، وأبو قتادة محل، واقتص الحديث، وفيه قال: هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء؟ قالوا: لا يا رسول الله، قال فكلوا. حدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج اخبرني محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمى عن ابيه قال كنا مع طلحه بن عبيد الله ونحن حرم فاهدي له طير وطلحه راقد فمنا من اكل ومنا من تورع فلما استيقظ طلحه وفق من اكله وقال اكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا هارون بن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال اخبرنا ابن وهب اخبرني مخرمه بن بكير عن ابيه قال سمعت عبيد الله بن مقسم يقول سمعت القاسم بن محمد يقول سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أربع كلهن فاسق، يقتلن في الحل والحرم، الحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا غندر عن شعبة، حا وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديَّة. وحدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد وهو ابن زيد، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحرم. العقرب والفأرة والحدي والغراب والكلب العقور وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير حدثنا هشام بهذا الإسناد وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم الفاره والعقرب والغراب والحديه والكلب العقور وحدثناه عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم ثم ذكر بمثل حديث يزيد بن زريع وحدثني ابو الطاهر وحرمله قال اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلها فواسق تقتل في الحرم الغراب والحداه والكلب العقور والعقرب والفاره وحدثني زهير بن حرب وابن ابي عمر جميعا عن ابن عيينه قال زهير حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والاحرام الفاره والعقرب والغراب والحداه والكلب العقور وقال ابن ابي عمر في روايته في الحرم والاحرام حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلها فاسق، لا حرج على من قتلهن. العقرب والغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا زيد بن جبير أن رجلا سأل ابن عمر: ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أو أمر أن يقتل الفأرة والعقرب والحدأة والكلب العقور والغراب. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير، قال سأل رجل ابن عمر: ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ قال حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدية والغراب والحية. قال وفي الصلاة أيضا. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح، الغراب والحدأة، والعقرب والفأرة، والكلب العقور. وحدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا ابن جريج، قال: قلت لنافع: ماذا سمعت ابن عمر يحل للحرام قتله من الدواب فقال لي نافع قال عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن في قتلهن الغراب والحداه والعقرب والفاره والكلب العقور وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد، حا. وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير يعني ابن حازم جميعا عن نافع، حا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، حا. وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله، حا. وحدثني أبو كامل حدثنا حماد حدثنا أيوب حا وحدثنا ابن المثنى حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك وابن جريج ولم يقل أحد منهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، الا ابن جريج وحده، وقد تابع ابن جريج على ذلك ابن اسحاق. وحدثنيه فضل بن سهل، حدثنا يزيد بن هارون، اخبرنا محمد بن اسحاق عن نافع وعبيد الله بن عبد الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خمس لا جناح في قتل ما قتل منهن في الحرم، فذكر بمثله. وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر، قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدية واللفظ ليحيى بن يحيى وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا حماد يعني بن زيد، عن أيوب حا، وحدثني أبو الربيع، حدثنا حماد، حدثنا أيوب، قال: سمعت مجاهدا يحدث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه، قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت قال القواريري قدر لي وقال أبو الربيع برمة لي والقمل يتناثر على وجهي فقال أيؤذيك هوام رأسك قال قلت نعم قال فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيكه قال ايوب فلا ادري باي ذلك بدا حدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب ويعقوب بن ابراهيم جميعا عن ابن عليا عن ايوب في هذا الاسناد بمثله وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجره رضي الله عنه قال في انزلت هذه الايه فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك قال فاتيته فقال ابنه فدنوت فقال ابنه فدنوت فقال صلى الله عليه وسلم: أيؤذيك هوامك؟ قال ابن عون: وأظنه قال: نعم. قال: فأمرني بفدية من صيام، أو صدقة أو نسك، ما تيسر. وحدثنا ابن نمير: حدثنا أبي، حدثنا سيف قال: سمعت مجاهدا يقول: حدثني عبد الرحمن بن ابي ليلى حدثني كعب بن عجره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه وراسه يتهافت قملا فقال ايؤذيك هوامك قلت نعم قال فاحلق راسك قال ففي نزلت هذه الايه فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صم ثلاثه ايام او تصدق بفرق بين سته مساكين او انسك ما تيسر وحدثنا محمد بن ابي عمر حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح وايوب وحميد وعبد الكريم عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن كعب بن عجره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبيه قبل ان يدخل مكه وهو محرم وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه، فقال: أيؤذيك هوامك هذه؟ قال: نعم، قال: فاحلق رأسك، وأطعم فرقًا بين ستة مساكين، والفرق ثلاثة أصع، أو صم ثلاثة أيام، أو امسك نسيكه. قال ابن أبي نجيح: "أو اذبح شاه". وحدثنا يحيى بن يحيى: اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن ابي قلابه عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبيه فقال له اذاك هوام راسك قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم احلق راسك ثم اذبح شاة نسكا، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن عبد الله بن معقل، قال: قعدت الى كعب رضي الله عنه وهو في المسجد فسالته عن هذه الايه ففديه من صيام او صدقه او نسك فقال كعب رضي الله عنه نزلت في كان بي اذى من راسي فحملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى ان الجهد بلغ منك ما ارى اتجد شاه فقلت لا فنزلت هذه الايه ففديه من صيام او صدقه او نسك قال صوم ثلاثه ايام او اطعام سته مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين قال فنزلت في خاصه وهي لكم عامه وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن زكريا بن أبي زائدة حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني حدثني عبد الله بن معقل حدثني كعب بن عجرة أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما فقمل رأسه ولحيته فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فارسل اليه فدعا الحلاق فحلق راسه ثم قال هل عندك نسك قال ما اقدر عليه فامره ان يصوم ثلاثه ايام او يطعم سته مساكين لكل مسكينين صاع فانزل الله عز وجل فيه خاصه فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ثم كانت للمسلمين عامه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا المعلى بن منصور، حدثنا سليمان بن بلال، عن علقمة بن أبي علقمة، عن عبد الرحمن الأعرج، عن ابن بحينة، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة، وهو محرم وسط رأسه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعاً عن ابن عيينة، قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا أيوب بن موسى، عن نبيه بن وهب، قال: خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بملل، اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه. فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه فارسل الى ابان بن عثمان يساله فارسل اليه ان اضمدهما بالصبر فان عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل اذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا ابي حدثنا ايوب بن موسى حدثني نبيه بن وهب ان عمر بن عبيد الله بن معمر رمدت عينه فاراد ان يكحلها فنهاه ابان بن عثمان وامره ان يضمدها بالصبر وحدث عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وزهير بن حرب وقتيبة بن سعيد. قالوا حدثنا سفيان بن عيينه عن زيد بن اسلم حا وحدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه عن مالك بن انس فيما قرئ عليه عن زيد بن اسلم عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمه انهما اختلفا بالابواء فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم راسه وقال المسور لا يغسل المحرم راسه فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين، وهو يستتر بثوب، قال: فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس، أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب: اصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قالا اخبرنا عيسى بن يونس حدثنا ابن جريج اخبرني زيد بن اسلم بهذا الاسناد وقال فامر ابو ايوب بيديه على راسه جميعا على جميع راسه فاقبل بهما وادبر فقال المسور لابن عباس لا اماريك ابدا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم خر رجل من بعيره فوقص فمات فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا راسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. وحدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن عمرو بن دينار وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته قال أيوب فأوقصته أو قال فأقعصته وقال عمرو فوقصته فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. وقال عمرو: فان الله يبعثه يوم القيامه يلبي وحدثنيه عمرو الناقد حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب قال نبئت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فذكر نحو ما ذكر حماد عن ايوب وحدثنا علي بن خشرم اخبرنا عيسى يعني بن يونس عن ابن جريج اخبرني عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقبل رجل حراما مع النبي صلى الله عليه وسلم فخر من بعيره فوقص وقصا فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وألبسوه ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يأتي يوم القيامة يلبي. وحدثناه عبد بن حميد: أخبرنا محمد بن بكر البرساني، أخبرنا ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار أن سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبل رجل حرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وزاد لم يسم سعيد بن جبير حيث خر. وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وحدثنا محمد بن الصباح حدثنا هشيم، أخبرنا أبو بشر، حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما حا، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، أخبرنا هشيم عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما. فوقصته ناقته فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا وقصه بعيره وهو محرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغسل بماء وسدر ولا يمس طيبا ولا يخمر راسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع، قال ابن نافع: أخبرنا غندر حدثنا شعبة، قال سمعت أبا بشر يحدث عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فوقع من ناقته فاقعصته فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسل بماء وسدر وان يكفن في ثوبين ولا يمس طيبا خارج راسه قال شعبه ثم حدثني به بعد ذلك خارج راسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا الأسود بن عامر عن زهير، عن أبي الزبير، قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقصت رجلا راحلته، وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه بماء وسدر، وأن يكشفوا وجهه، حسبته قال: ورأسه، فإنه يبعث يوم القيامة وهو يهل. وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبيد الله بن موسى، حدثنا إسرائيل عن منصور، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، فوقصته ناقته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه ولا تقربوه طيبا، ولا تغطوا وجهه، فانه يبعث يلبي. حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء الهمداني. حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعه بنت زبير فقال لها اردت الحج قالت والله ما اجدني الا وجعه فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد. وحدثنا عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني وحدثنا عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها مثله وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد وأبو عاصم ومحمد بن بكر عن ابن جريج حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له أخبرنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فما تأمرني؟ قال: أهلّي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني. قال: فأدركت. حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا ابو داود الطيالسي حدثنا حبيب بن يزيد عن عمرو بن هرم عن سعيد بن جبير وعكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ضباعه ارادت الحج فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تشترط ففعلت ذلك عن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وابو ايوب الغيلاني واحمد بن خراش قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو عامر وهو عبد الملك بن عمرو حدثنا رباح وهو ابن ابي معروف عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعه رضي الله عنها حجي واشترطي ان محلي حيث تحبسني وفي روايه اسحاق امر ضباعه حدثنا هناد بن السري وزهير بن حرب وعثمان بن ابي شيبه كلهم عن عبده قال زهير حدثنا عبده بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت نفست اسماء بنت عميس بمحمد بن ابي بكر بالشجره فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر يامرها ان تغتسل وتهل حدثنا ابو غسان محمد بن عمرو حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث اسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ابا بكر رضي الله عنه فامرها ان تغتسل وتهل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجه الوداع فاهللنا بعمره ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمره ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت فقدمت مكة وأنا حائض، لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وامتشطي، وأهلي بالحج، ودعي العمرة. قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج، ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن ابي بكر الى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك فطاف الذين اهلوا بالعمره بالبيت وبالصفا والمروه ثم حلوا ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم واما الذين كانوا جمعوا الحج والعمره فانما طافوا طوافا واحدا وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني ابي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجه الوداع فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، حتى قدمنا مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت عائشة رضي الله عنها: فحط فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة قالت ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أحلل منها. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللت بعمره ولم اكن سقت الهدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا قالت فحضت فلما دخلت ليله عرفه قلت يا رسول الله اني كنت اهللت بعمره فكيف اصنع بحجتي قال انقضي راسك وامتشطي وأمسكي عن العمرة وأهلي بالحج. قالت: فلما قضيت حجتي أمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي أمسكت عنها. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من اراد منكم ان يهل بحج وعمره فليفعل ومن اراد ان يهل بحج فليهل ومن اراد ان يهل بعمره فليهل قالت عائشه رضي الله عنها فاهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج واهل به ناس معه وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بالعمرة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام. عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. موافين لهلال ذي الحجه قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد منكم ان يهل بعمره فليهل فلولا اني اهديت لاهللت بعمره قالت فكان من القوم من اهل بعمره ومنهم من اهل بالحج قالت فكنت انا ممن اهل بعمره فخرجنا حتى قدمنا مكه فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي. فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. قالت: ففعلت، فلما كانت ليلة الحصبة، وقد قضى الله حجنا، أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج بي إلى التنعيم، فأهللت بعمره، فقضى الله حجنا وعمرتنا، ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. وحدثنا أبو كُريب، حدثنا ابن نُمير، حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: قالت خرجنا موافين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهلال ذي الحجة، لا نرى إلا الحج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب منكم أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، وساق الحديث بمثل حديث عبده. وحدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع، حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، منا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بحجة، فكنت في من أهل بعمرة، وساق الحديث بنحو حديثهما، وقال فيه: قال عروة في ذلك: انه قضى الله حجها وعمرتها قال هشام ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجه الوداع فمنا من اهل بعمره ومنا من اهل بحج وعمره ومنا من اهل بالحج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فاما من اهل بعمره فحل واما من اهل بحج او جمع الحج والعمره فلم يحلوا حتى كان يوم النحر حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينه قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينه عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج حتى إذا كنا بسرف أو قريبا منها حض. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. فقال أنا فست يعني الحيضة. قالت قلت نعم. قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر حدثني سليمان بن عبيد الله ابو ايوب الغيلاني حدثنا ابو عامر عبد الملك بن عمرو حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه الماجشون عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف فطمست فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك فقلت والله لوددت أني لم أكن خرجت العام قال ما لك لعلك نفست قلت نعم قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري قالت فلما قدمت مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها عمرة فأحل الناس إلا من كان معه الهدي قالت فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة ثم أهلوا حين راحوا قالت فلما كان يوم النحر طهرت فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فافضت قالت فاتينا بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا اهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر فلما كانت ليله الحصبه قلت يا رسول الله يرجع الناس بحجه وعمره وارجع بحجه قالت فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني على جمله. قالت فإني لأذكر وأنا جارية حديثة السن أنعس فيصيب وجهي مؤخرة الرحل حتى جئنا إلى التنعيم. فأهللت منها بعمرة جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا. وحدثني أبو أيوب الغيلاني حدثنا بهز حدثنا حماد عن عبد الرحمن عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت لبينا بالحج حتى اذا كنا بسرف حض فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي وساق الحديث بنحو حديث الماجشون غير ان حمادا ليس في حديثه فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليساره، ثم أهلوا حين راحوا، ولا قولها، وأنا جارية حديثة السن، أنعس فيصيب وجهي مؤخرة الرحل. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني خالي مالك بن أنس، حا، وحدثنا يحيى بن يحيى. قال قرات على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرد الحج وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا اسحاق بن سليمان عن افلح بن حميد عن القاسم عن عائشه رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج في اشهر الحج وفي حرم الحج وليالي الحج حتى نزلنا بسرف فخرج الى اصحابه فقال من لم يكن معه منكم هدي فاحب ان يجعلها عمره فليفعل ومن كان معه هدي فلا فمنهم الاخذ بها والتارك لها ممن لم يكن معه هدي فاما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه الهدي ومع رجال من اصحابه لهم قوه فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال ما يبكيك قلت سمعت كلامك مع اصحابك فسمعت بالعمره فمنعت العمره قال: وما لك؟ قلت: لا أصلي. قال: فلا يضرك فكوني في حجك، فعسى الله أن يرزقكيها، وإنما أنت من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن. قالت: فخرجت في حجتي حتى نزلت منًا فتطهرت، ثم طُفنا بالبيت، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب. فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمره ثم التطف بالبيت فإني أنتظركما ها هنا. قالت: فخرجنا فأهللت، ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة. فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله من جوف الليل. فقال: هل فرغت؟ قلت: نعم. فاذن في اصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاه الصبح ثم خرج الى المدينه حدثني يحيى بن ايوب حدثنا عباد بن عباد المهلبى حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت منا من أهل بالحج مفردا، ومنا من قرن، ومنا من تمتع. حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد، قال جاءت عائشة حاجة. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن عمرة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج حتى إذا دنونا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروه ان يحل قالت عائشه رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهه، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، قال سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها، حا، وحدثناه ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن يحيى بهذا الإسناد مثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن عليا عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن أم المؤمنين حا وعن القاسم عن أم المؤمنين قالت قلت يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد قال انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه ثم القينا عند كذا وكذا قال اظنه قال غدا ولكنها على قدر نصبك او قال نفقتك وحدثنا ابن المثنى حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن القاسم وابراهيم قال لا اعرف حديث احدهما من الاخر ان ام المؤمنين رضي الله عنها قالت يا رسول الله يصدر الناس بنسكين فذكر الحديث. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال زهير حدثنا، وقال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل قالت فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن الهدي فأحللن قالت عائشة فحط فلم أطف بالبيت فلما كانت ليلة الحصبة قالت قلت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة قال أوما كنت طفت ليالي قدمنا مكة قالت قلت لا قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك مكان كذا وكذا قالت صفية ما أراني إلا حابستكم قال عقرى حلقى أوما كنت طفت يوم النحر قالت بلى قال لا بأس انفري قالت عائشة فلقيني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها أو أنا مصعدة وهو منهبط منها وقال إسحاق متهبطة ومتهبط وحدثناه سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن الأعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلبي لا نذكر حجا ولا عمره، وساق الحديث بمعنى حديث منصور. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن غندر، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن الحسين عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس فدخل علي وهو غضبان فقلت من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار قال اوما شعرت اني امرت الناس بامر فاذا هم يترددون قال الحكم كانهم يترددون احسب ولو اني استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى اشتريه ثم احلك محله وحدثناه عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبه عن الحكم سمع علي بن الحسين عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم لأربع أو خمس مضين من ذي الحجة بمثل حديث غندر ولم يذكر الشك من الحكم في قوله يترددون حدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها اهلت بعمره فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها وقد اهلت بالحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك فابت فبعث بها مع عبد الرحمن الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. وحدثني حسن بن علي الحلواني، حدثنا زيد بن الحباب، حدثني ابراهيم بن نافع، حدثني عبد الله بن ابي نجيح عن مجاهد، عن عائشة رضي الله عنها: أنها حاضت بسرف، فتطهرت بعرفة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروه عن حجك وعمرتك. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا قره، حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبه، حدثتنا صفيه بنت شيبه. قالت قالت عائشه رضي الله عنها: يا رسول الله ايرجع الناس باجرين وارجع باجر فامر عبد الرحمن بن ابي بكر ان ينطلق بها الى التنعيم قالت فاردفني خلفه على جمل الله قالت فجعلت ارفع خماري احسره عن عنقي فيضرب رجلي بعله الراحله قلت له وهل ترى من احد قالت فاهللت بعمره ثم اقبلنا حتى انتهينا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحصبه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير قال حدثنا سفيان عن عمرو اخبره عمرو بن اوس اخبرني عبد الرحمن بن ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يردف عائشه فيعمرها من التنعيم حدثنا قتيبه بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال قتيبه حدثنا ليث عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال اقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد واقبلت عائشه رضي الله عنها بعمره حتى اذا كنا بسرف عركت حتى اذا قدمنا طفنا بالكعبه والصفا والمروه فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحل منا من لم يكن معه هدي قال فقلنا حل ماذا قال الحل كله فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفه الا اربع ليال ثم اهللنا يوم الترويه ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي فقال ما شأنك قالت شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا، فقالت: يا رسول الله، إني أجد نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت، قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن، فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة. وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال ابن حاتم حدثنا وقال عبد اخبرنا محمد بن بكر اخبرنا ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشه رضي الله عنها وهي تبكي فذكر بمثل حديث الليث الى اخره، ولم يذكر ما قبل هذا من حديث الليث. وحدثني ابو غسان المسمعي، حدثنا معاذ يعني ابن هشام، حدثني ابي عن مطر، عن ابي الزبير، عن جابر بن عبد الله، ان عائشة رضي الله عنها، في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، اهلت بعمرة. وساق الحديث بمعنى حديث الليث، وزاد في الحديث قال: «وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، إذا هويت الشيء تابعها عليه، فأرسلها مع عبد الرحمن بن أبي بكر، فأهلت بعمرة من التنعيم». قال مطر: «قال أبو الزبير: فكانت عائشة إذا حجت، صنعت كما صنعت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له اخبرنا ابو خيثمه عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج معنا النساء والولدان فلما قدمنا مكه طفنا بالبيت وبالصفا والمروه فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي فليحلل قال قلنا اي الحل قال الحل كله قال فاتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب فلما كان يوم الترويه اهللنا بالحج وكفانا الطواف الاول بين الصفا والمروه فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر كل سبعه منا في بدنه. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج اخبرني ابو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى قال فأهللنا من الأبطح. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حا وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بين الصفا والمروه الا طوافا واحدا زاد في حديث محمد بن بكر طوافه الاول وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج اخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في ناس معي قال اهللنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده قال عطاء قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعه مضت من ذي الحجه فامرنا ان نحل قال عطاء قال حلوا واصيبوا النساء قال عطاء ولم يعزم عليهم ولكن احلهن لهم فقلنا لما لم يكن بيننا وبين عرفه الا خمس امرنا ان نفضي الى نسائنا فناتي عرفه تقطر مذاكرنا المني قال يقول جابر بيده كاني انظر الى قوله بيده يحركها قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا فقال قد علمتم اني اتقاكم لله واصدقكم وابركم ولولا هدي لحللت كما تحلون ولو استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهدي فحلوا فحللنا وسمعنا واطعنا قال عطاء قال جابر فقدم علي من سعايته فقال بما أهللت؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهدي وامكث حراما قال وأهدى له علي هديا فقال سراقة بن مالك بن جعشم يا رسول الله ألي عامنا هذا أم لأبد؟ فقال لأبد حدثنا ابن نمير حدثني ابي حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فلما قدمنا مكه امرنا ان نحل ونجعلها عمره فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فما ندري اشيء بلغه من السماء ام شيء من قبل الناس فقال ايها الناس احلوا فلولا الهدي الذي معي فعلت كما فعلتم قال فاحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا ما يفعل الحلال حتى اذا كان يوم الترويه وجعلنا مكه بظهر اهللنا بالحج وحدثنا ابن نمير حدثنا ابو نعيم حدثنا موسى بن نافع قال قدمت مكه متمتعا بعمره قبل الترويه باربعه ايام فقال الناس تصير حجتك الان مكيه فدخلت على عطاء بن ابي رباح فاستفتيته فقال عطاء حدثني جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما انه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه وقد اهلوا بالحج مفردا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلوا من احرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروه وقصروا واقيموا حلالا حتى اذا كان يوم الترويه فاهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعه قالوا كيف نجعلها متعة؟ وقد سمينا الحج. قال: افعلوا ما آمركم به، فإني لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام، حتى يبلغ الهدي محله، ففعلوا. وحدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي: حدثنا أبو هشام، المغيره بن سلمه المخزومي عن ابي عوانه عن ابي بشر عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نجعلها عمره ونحل قال وكان معه الهدي فلم يستطع ان يجعلها عمره حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه قال سمعت قتاده يحدث عن ابي نضره قال كان ابن عباس يامر بالمتعه وكان ابن الزبير ينهى عنها قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام عمر قال ان الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وان القران قد نزل منازله فاتم الحج والعمره لله كما امركم الله وابت نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امراة الى أجل إلا رجمته بالحجارة. وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة بهذا الإسناد، وقال في الحديث: فافصلوا حجكم من عمرتكم، فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. وحدثنا خلف بن هشام وابو الربيع وقتيبه جميعا عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن ايوب قال سمعت مجاهدا يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعاً عن حاتم. قال أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه. قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي. فقلت انا محمد بن علي بن حسين فاهوى بيده الى راسي فنزع زر الاعلى ثم نزع زر الاسفل ثم وضع كفه بين ثديي وانا يومئذ غلام شاب فقال مرحبا بك يا ابن اخي سل عما شئت فسالته وهو اعمى وحضر وقت الصلاه فقام في نساجه ملتحفا بها كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجب، فصلى بنا. فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بيده فعقد تسعة، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج. ثم اذن في الناس في العاشره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينه بشر كثير كلهم يلتمس ان ياتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله فخرجنا معه حتى اتينا ذا الحليفه فولدت اسماء بنت عميس محمد بن ابي بكر فارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف اصنع قال اغتسلي واستثفري بثوب واحرمي فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى اذا استوت به ناقته على البيداء نظرت الى مد بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا وعليه ينزل القران وهو يعرف تاويله وما عمل به من شيء عملنا به فاهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك واهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي الا الحج لسنا نعرف العمره حتى اذا اتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى اربعا ثم نفذ الى مقام ابراهيم عليه السلام فقرا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت فكان ابي يقول ولا اعلمه ذكره الا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الركعتين قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون ثم رجع الى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب الى الصفا فلما دنا من الصفا قرا ان الصفا والمروه من شعائر الله ابدا بما بدا الله به فبدا بالصفا فرقي عليه حتى راى البيت فاستقبل القبله فوحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل الى المروه حتى اذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى اذا صعدتا مشى حتى اتى المروه ففعل على المروه كما فعل على الصفا حتى اذا كان اخر طوافه على المروه فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل، ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه. فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال: صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت اللهم اني اهل بما اهل به رسولك قال فان معي الهدي فلا تحل قال فكان جماعه الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي اتى به النبي صلى الله عليه وسلم مئه قال فحل الناس كلهم وقصروا الا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بها الظهر والعصر، والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش الا انه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهليه فاجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى عرفه فوجد القبه قد ضربت له بنمره فنزل بها حتى اذا زاغت الشمس امر بالقصواء فرحلت له فاتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت فقال باصبعه السبابه يرفعها الى السماء وينكتها على الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات ثم اذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى الموقف فجعل بطن ناقته القسواء الى الصخرات وجعل حبل المشاه بين يديه واستقبل القبله فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفره قليلا حتى غاب القرص واردف اسامه خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصوى الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح باذان واقامه ثم ركب القصواء حتى اتى المشعر الحرام فاستقبل القبله فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى اسفر جدا فدفع قبل ان تطلع الشمس واردف الفضل ابن عباس وكان رجلا حسن الشعر ابيض وسيما فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن يجرين فطفق الفضل ينظر اليهن فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه الى الشق الاخر ينظر فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الاخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الاخر ينظر حتى اتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمره الكبرى حتى اتى الجمره التي عند الشجره فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه منها حصل خذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاض الى البيت فصلى بمكه الظهر فاتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه وحدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا ابي حدثنا جعفر بن محمد حدثني ابي قال اتيت جابر بن عبد الله فسالته عن حجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بنحو حديث حاتم بن اسماعيل وزاد في الحديث وكانت العرب يدفع بهم ابو سياره على حمار عري فلما اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه، ويكون منزله ثم، فأجاز ولم يعرض له، حتى أتى عرفات فنزل. حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي عن جعفر، حدثني أبي عن جابر في حديثه ذلك. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنن كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفتها هنا وعرفه كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا يحيى بن ادم حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكه اتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى اربعا حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا ابو معاويه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفه وكانوا يسمون الحمص وكان سائر العرب يقفون بعرفه فلما جاء الاسلام امر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ان ياتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبيه قال كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس والحمس قريش وما ولدت كانوا يطوفون عراة إلا أن تعطيهم الحمس ثيابا فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء وكانت الحمس لا يخرجون من المزدلفة وكان الناس كلهم يبلغون عرفات قال هشام فحدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمس هم الذين أنزل الله عز وجل فيهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس قالت كان الناس يفيضون من عرفات وكان الحمس يفيضون من المزدلفة يقولون لا نفيض إلا من الحرم فلما نزلت أفيضوا من حيث أفاض الناس رجعوا إلى عرفات وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن ابن عيينه قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو سمع محمد بن جبير بن مطعم يحدث عن ابيه جبير بن مطعم قال اضللت بعيرا لي فذهبت اطلبه يوم عرفه فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفه فقلت والله ان هذا لمن الحمس فما شأنه ها هنا؟ وكانت قريش تعد من الحمص. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، أخبرنا شعبة عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو منيخ بالبطحاء. فقال لي أحججت؟ فقلت نعم. فقال بما أهللت؟ قال: قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقد أحسنت. طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل. قال: فطفت بالبيت وبالصفا والمروة. ثم أتيت امرأة من بني قيس ففلت رأسي. ثم أهللت بالحج. قال فكنت افتي به الناس حتى كان في خلافه عمر رضي الله عنه فقال له رجل يا ابا موسى او يا عبد الله بن قيس رويدك بعض فتياك فانك لا تدري ما احدث امير المؤمنين في النسك بعدك فقال يا ايها الناس من كنا افتيناه فتيا فليتئد فان امير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. قال فقدم عمر رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام، وإن تأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله. وحدثناه عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي حدثنا سفيان عن قيس عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال بما اهللت؟ قال: قلت اهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هل سقت من هدي؟ قلت: لا، قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل، فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي. فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر، فإني لقائم بالموسم، إذ جاءني رجل فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك، فقلت: أيها الناس، من كنا أفتيناه بشيء فليتئد، فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم، فبه فأتموا. فلما قدم قلت يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك قال إن نأخذ بكتاب الله فإن الله عز وجل قال وأتم الحج والعمرة لله وإن نأخذ بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي وحدثني اسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال اخبرنا جعفر بن عون اخبرنا ابو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني الى اليمن قال فوافقته في العام الذي حج فيه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا موسى كيف قلت حين أحرمت؟ قال: قلت لبيك إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هل سقت هديا؟ فقلت: لا. قال: فانطلق فطف بالبيت وبين الصفا والمروه، ثم أحل، ثم ساق الحديث بمثل حديث شعبة وسفيان. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن الحكم، عن عمارة بن عمير، عن إبراهيم بن أبي موسى، عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة، فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد، حتى لقيه بعد. فسأله فقال عمر: قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك، ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قتادة. قال قال عبد الله بن شقيق كان عثمان ينهى عن المتعة وكان علي يأمر بها فقال عثمان لعلي كلمة ثم قال علي لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أجل ولكننا كنا خائفين وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني بن الحارث أخبرنا شعبة بهذا الإسناد مثله وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال اجتمع علي وعثمان رضي الله عنهما بعسفان فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟ فقال عثمان: دعنا منك، فقال: إني لا أستطيع أن أدعك. فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما جميعا. وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُريب. قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه، قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان. عن عياش العامري عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر رضي الله عنه قال كانت لنا رخصه يعني المتعه في الحج وحدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا جرير عن فضيل عن زبيد عن ابراهيم التيمي عن ابيه قال قال ابو ذر رضي الله عنه لا تصلح المتعتان الا لنا خاصه يعني متعه النساء ومتعه الحج حدثنا قتيبه حدثنا جرير عن بيان عن عبد الرحمن بن ابي الشعثاء قال اتيت ابراهيم النخعي وابراهيم التيمي فقلت اني اهم ان اجمع العمره والحج العام فقال ابراهيم النخعي لكن ابوك لم يكن ليهم بذلك قال قتيبه حدثنا جرير عن بيان عن ابراهيم التيمى عن ابيه انه مر بابي ذر رضي الله عنه بالربذه فذكر له ذلك فقال انما كانت لنا خاصه دونكم وحدثنا سعيد بن منصور وابن ابي عمر جميعا عن الفزاري قال سعيد: حدثنا مروان بن معاوية، أخبرنا سليمان التيمي عن غُنيم بن قيس قال: سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن المتعة فقال: فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش، يعني بيوت مكة. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي بهذا الإسناد، وقال في روايته: يعني معاوية. وحدثني عمرو الناقد، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا سفيان، حا وحدثني محمد بن أبي خلف، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا شعبة، جميعاً عن سليمان التيمي بهذا الإسناد، مثل حديثهما، وفي حديث سفيان: المتعة في الحج. وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا اسماعيل بن ابراهيم، حدثنا الجريري عن ابي العلاء عن مطرف قال: قال لي عمران بن حصين: اني لأحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم. واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهله في العشر، فلم تنزل آية تنسخ ذلك، ولم ينهى عنه حتى مضى لوجهه. ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتئي. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم، كلاهما عن وكيع. حدثنا سفيان عن الجريري في هذا الاسناد وقال ابن حاتم في روايته ارتاى رجل برايه ما شاء يعني عمر وحدثني عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبه عن حميد بن هلال عن مطرف قال قال لي عمران بن حسين احدثك حديثا عسى الله ان ينفعك به ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجه وعمره ثم لم ينه عنه حتى مات ولم ينزل فيه قران يحرمه وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد حدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حميد بن هلال قال سمعت مطرفا قال قال لي عمران بن حسين بمثل حديث معاذ وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبه عن قتاده عن مطرف قال بعث الي عمران بن حسين في مرضه الذي توفي فيه فقال اني كنت محدثك باحاديث لعل الله ان ينفعك بها بعدي فان عشت فاكتم عني وان مت فحدث بها ان شئت انه قد سلم علي واعلم ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم قال رجل فيها برأيه ما شاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عيسى بن يونس حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال اعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمره ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينهنا عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها رجل برايه ما شاء وحدثنا محمد بن المثنى حدثني عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتاده عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فيه القران قال رجل برايه ما شاء وحدثنيه حجاج بن الشاعر حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا اسماعيل بن مسلم حدثني محمد بن واسع عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حسين رضي الله عنه بهذا الحديث قال تمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه حدثنا حامد بن عمر البكراوي ومحمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عمران بن مسلم عن أبي رجاء قال: قال عمران بن حصين: نزلت آية المتعة في كتاب الله، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. قال رجل برايه بعد ما شاء وحدثنيه محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن عمران القصير حدثنا ابو رجاء عن عمران بن حسين بمثله غير انه قال وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل وامرنا بها حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني ابي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع بالعمره الى الحج واهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفه وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمره ثم اهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمره الى الحج فكان من الناس من اهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه قال للناس من كان منكم اهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه. ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروه وليقصر وليحلل. ثم ليهل بالحج واليهد فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكه فاستلم الركن اول شيء ثم خب ثلاثه اطواف من السبع ومشى اربعه اطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فاتى الصفا فطاف بالصفا والمروه سبعه اطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وأفاض، فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهدى وساق الهدي من الناس. وحدثنيه عبد الملك بن شعيب، حدثني أبي عن جدي، حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالحج الى العمره وتمتع الناس معه بمثل الذي اخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر وحدثناه ابن نمير حدثنا خالد بن مخلد عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصه رضي الله عنهم قالت قلت يا رسول الله ما لك لم تحل بنحوه حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصه رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال إني قلدت هدي، ولبت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان حفصه رضي الله عنها قالت يا رسول الله بمثل حديث مالك فلا احل حتى انحر وحدثنا ابن ابي عمر حدثنا هشام بن سليمان المخزومي وعبد المجيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال حدثتني حفصه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ازواجه ان يحلل عام حجه الوداع قالت حفصه فقلت ما يمنعك ان تحل قال اني لبدت راسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر هدي وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج في الفتنه معتمرا وقال ان صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فاهل بعمره وسار حتى اذا ظهر على البيداء التفت الى اصحابه فقال ما امرهما الا واحد اشهدكم اني قد اوجبت الحج مع العمره فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعة وبين الصفا والمروة سبعا، لم يزد عليه، ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى وهو القطان، عن عبيد الله: حدثني نافع أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كلما عبد الله حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير قالا لا يضرك ألا تحج العام فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت قال فإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت اشهدكم اني قد اوجبت عمره فانطلق حتى اتى ذا الحليفه فلبى بالعمره ثم قال ان خلي سبيلي قضيت عمرتي وان حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ثم سار حتى اذا كان بظهر البيداء قال ما امرهما الا واحد ان حيل بيني وبين العمره حيل بيني وبين الحج اشهدكم اني قد اوجبت حجه مع عمره فانطلق حتى ابتاع بقديد هديا ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وبين الصفا والمروه ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم النحر. وحدثناه ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله عن نافع، قال: أراد ابن عمر الحج حين نزل الحجاج بابن الزبير، واقتص الحديث بمثل هذه القصة، وقال في آخر الحديث: وكان يقول: من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد ولم يحل حتى يحل منهما جميعا. وحدثنا محمد بن رمح اخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة واللفظ له حدثنا ليث عن نافع ان ابن عمر اراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له ان الناس كائن بينهم قتال. وإنا نخاف أن يصدوك. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، اشهدوا. قال ابن رمح: أشهدكم. اني قد اوجبت حجا مع عمرتي واهدى هديا اشتراه بقديد ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكه فطاف بالبيت وبالصفا والمروه ولم يزد على ذلك ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحلل من شيء حرم منه حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل قال حدثنا حماد حا وحدثني زهير بن حرب حدثني إسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع عن ابن عمر بهذه القصة ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الحديث حين قيل له: يصدوك عن البيت. قال: إذا أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر في آخر الحديث: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره الليث. حدثنا يحيى بن أيوب وعبد الله بن عون الهلالي. قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في روايه يحيى قال اهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا وفي روايه ابن عون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل بالحج مفردا وحدثنا سريج بن يونس حدثنا هشيم حدثنا حميد عن بكر عن انس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمره جميعا قال بكر فحدثت بذلك ابن عمر فقال لبى بالحج وحده فلقيت انسا فحدثته بقول ابن عمر فقال انس ما تعدوننا الا صبيانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمره وحجا وحدثني اميه بن بسطام العيشي حدثنا يزيد يعني بن زريع حدثنا حبيب بن الشهيد عن بكر بن عبد الله حدثنا انس رضي الله عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بين الحج والعمرة، قال: فسألت ابن عمر، فقال: أهللنا بالحج، فرجعت إلى أنس فأخبرته ما قال ابن عمر، فقال: كأنما كنا صبيانا. حدثنا يحيى بن يحيى: أخبرنا عبثر عن إسماعيل بن أبي خالد، عن وبره، قال: كنت جالسا عند ابن عمر، فجاءه رجل فقال: ايصلح لي ان اطوف بالبيت قبل ان اتي الموقف فقال نعم فقال فان ابن عباس يقول لا تطف بالبيت حتى تاتي الموقف فقال ابن عمر فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل ان ياتي الموقف فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم احق ان تاخذ او بقول ابن عباس إن كنت صادقا. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن بيان عن وبره قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما: أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج فقال وما يمنعك؟ قال إني رأيت ابن فلان يكرهه وأنت أحب إلينا منه رأيناه قد فتنته الدنيا فقال وأينا أو وأيكم لم تفتنه الدنيا. ثم قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة. فسنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع من سنة فلان إن كنت صادقا. حدثني زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته فقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. حدثنا يحيى بن يحيى وابو الربيع الزهراني عن حماد بن زيد حا وحدثنا عبد بن حميد اخبرنا محمد بن بكر اخبرنا ابن جريج جميعا عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن عيينة حدثني هارون بن سعيد الايلي: حدثنا ابن وهب: اخبرني عمرو، وهو ابن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن، ان رجلا من اهل العراق قال له: سلّي عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج، فإذا طاف بالبيت ايحل ام لا؟ فإن قال لك لا يحل فقل له ان رجلا يقول ذلك قال فسالته فقال لا يحل من اهل بالحج الا بالحج قلت فان رجلا كان يقول ذلك قال بئس ما قال فتصداني الرجل فسالني فحدثته فقال فقل له فان رجلا كان يخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وما شان اسماء والزبير قد فعل ذلك قال فجئته فذكرت له ذلك فقال من هذا فقلت لا ادري قال فما باله لا ياتيني بنفسه يسالني اظنه عراقيا قلت لا ادري قال فانه قد كذب قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرتني عائشه رضي الله عنها ان اول شيء بدا به حين قدم مكه انه توضا ثم طاف بالبيت ثم حج ابو بكر فكان اول شيء بدا به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم عمر مثل ذلك ثم حج عثمان فرايته اول شيء بدا به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم معاويه وعبد الله بن عمر ثم حججت مع ابي الزبير بن العوام فكان اول شيء بدا به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم رايت المهاجرين والانصار يفعلون ذلك ثم لم يكن غيره ثم اخر من رايت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها بعمره وهذا ابن عمر عندهم افلا يسالونه ولا احد ممن مضى ما كانوا يبداون بشيء حتى يضعون اقدامهم اول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون وقد رايت امي وخالتي حين تقدمان لا تبدآن بشيء اول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان وقد اخبرتني امي انها اقبلت هي واختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط فلما مسحوا الركن حلوا، وقد كذب فيما ذكر من ذلك. حدثنا اسحاق بن ابراهيم، اخبرنا محمد بن بكر، اخبرنا ابن جريج حا، وحدثني زهير بن حرب واللفظ له، حدثنا روح بن عباده، حدثنا ابن جريج، حدثني منصور بن عبد الرحمن، عن امه صفيه بنت شيبه عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على احرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل فلم يكن معي هدي فحللت وكان مع الزبير هدي فلم يحلل قالت فلبست ثيابي ثم خرجت فجلست إلى الزبير، فقال قومي عني، فقلت أتخشى أن أثب عليك؟ وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري، حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي، حدثنا وهيب، حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمه، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قالت قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج ثم ذكر بمثل حديث ابن جريج غير أنه قال فقال استرخي عني استرخي عني فقلت أتخشى أن أثب عليك وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حدثه أنه كان يسمع أسماء كلما مرت بالحجون تقول صلى الله على رسوله وسلم لقد نزلنا معه هنا ونحن يومئذ خفاف الحقائب قليل ظهرنا قليلة أزوادنا فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج قال هارون في روايته أن مولى أسماء ولم يسم عبد الله حدثنا محمد بن حاتم حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة عن مسلم القري قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن متعة الحج فرخص فيها وكان ابن الزبير ينهى عنها فقال هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها فدخلوا عليها فاسألوها قال فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء فقالت قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وحدثناه ابن المثنى حدثنا عبد الرحمن حا وحدثناه ابن بشار حدثنا محمد يعني ابن جعفر جميعا عن شعبة بهذا الاسناد فأما عبد الرحمن ففي حديثه المتعة ولم يقل متعة الحج. وأما ابن جعفر فقال: قال شعبة: قال مسلم: لا أدري متعة الحج أو متعة النساء. وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، حدثنا مسلم القُري. سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة، وأهل أصحابه بحج. فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من اصحابه وحل بقيتهم، فكان طلحه بن عبيد الله في من ساق الهدي فلم يحل. وحدثناه محمد بن بشار، حدثنا محمد يعني ابن جعفر، حدثنا شعبه بهذا الاسناد، غير انه قال: وكان ممن لم يكن معه الهدي طلحه بن عبيد الله ورجل اخر فاحلا وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون ان العمره في اشهر الحج من افجر الفجور في الارض ويجعلون المحرم صفر ويقولون اذا برا الدبر وعفى الاثر وانسلخ صفر حلت العمره لمن اعتمر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحه رابعه مهلين بالحج فامرهم ان يجعلوها عمره فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله اي الحل قال الحل كله. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا ابي، حدثنا شعبة عن ايوب، عن ابي العالية البراء، انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فقدم لاربع مضين من ذي الحجة، فصلى الصبح، وقال لما صلى الصبح: من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة وحدثناه إبراهيم بن دينار حدثنا روح حا وحدثنا أبو داود المباركي حدثنا أبو شهاب حا وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن كثير كلهم عن شعبة في هذا الإسناد أما روح ويحيى بن كثير فقالا كما قال نصر أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأما أبو شهاب ففي روايته خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهل بالحج وفي حديثهم جميعا فصلى الصبح بالبطحاء خال الجهضمي فإنه لم يقله وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا محمد بن الفضل السدوسي حدثنا وهيب اخبرنا ايوب عن ابي العاليه البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لاربع خلون من العشر وهم يلبون بالحج فامرهم ان يجعلها عمره وحدثنا عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ايوب عن ابي العاليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بذي طوى وقدم لاربع مضين من ذي الحجه وامر اصحابه ان يحولوا احرامهم بعمره الا من كان معه الهدي وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له حدثنا أبي حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة الضبعي قال تمتعت فنهاني ناس عن ذلك فاتيت ابن عباس فسالته عن ذلك فامرني بها قال ثم انطلقت الى البيت فنمت فاتاني ات في منامي فقال عمره متقبله وحج مبرور قال فاتيت ابن عباس فاخبرته بالذي رايت فقال الله اكبر الله اكبر سنه ابي القاسم صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن ابن ابي عدي قال ابن المثنى حدثنا ابن ابي عدي عن شعبه عن قتاده عن ابي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفه ثم دعا بناقته فاشعرها في صفحه سنامها الايمن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء اهل بالحج حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابي عن قتاده في هذا الاسناد بمعنى حديث شعبه غير انه قال ان نبي الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة ولم يقل صلى بها الظهر. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن قتادة، قال: سمعت أبا حسان الأعرج قال: قال رجل من بني الهجيم لابن عباس ما هذه الفتية التي قد تشغفت أو تشغبت بالناس؟ أن من طاف بالبيت فقد حل. فقال: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي، حدثنا أحمد بن إسحاق، حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي حسان قال. قيل لابن عباس: إن هذا الأمر قد تفشغ بالناس. من طاف بالبيت فقد حل، الطواف عمره. فقال: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم: أخبرني محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عطاء قال: كان ابن عباس يقول: لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج الا حل قلت لعطاء من اين يقول ذلك قال من قول الله تعالى ثم محلها الى البيت العتيق قال قلت فان ذلك بعد المعرف فقال كان ابن عباس يقول هو بعد المعرف وقبله وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع. حدثنا عمرو الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير، عن طاووس قال: قال ابن عباس: قال لي معاوية: أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عند المروة بمشقص، فقلت له: لا أعلم هذا إلا حجة عليك. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج، حدثني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس، أن معاوية بن أبي سفيان أخبره: قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص. وهو على المروة أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي، فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج. وحدثنا حجاج بن الشاعر، حدثنا معل بن أسد، حدثنا وهيب بن خالد عن داوود، عن أبي نضرة عن جابر، وعن أبي سعيد الخدري. رضي الله عنهما قالا: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا. حدثني حامد بن عمر البكراوي: حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن ابي نضره قال: كنت عند جابر بن عبد الله فاتاه ات فقال: ان ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. حدثني محمد بن حاتم، حدثنا ابن مهدي، حدثني سليم بن حيان عن مروان الاصفر الاصغر، عن انس رضي الله عنه، ان عليا قدم من اليمن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت فقال أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن معي الهدي لأحللت وحدثنيه حجاج بن الشاعر حدثنا عبد الصمد حا وحدثني عبد الله بن هاشم حدثنا بهز قال حدثنا سليم بن حيان بهذا الاسناد مثله غير ان في روايه بهز لحللت حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا هشيم عن يحيى بن ابي اسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد انهم سمعوا انسا رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل بهما جميعا لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا. وحدثنيه علي بن حجر اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم عن يحيى بن ابي اسحاق وحميد الطويل. قال يحيى سمعت انسا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجا. وقال حميد: قال انس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحج وحدثنا سعيد بن منصور وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال سعيد حدثنا سفيان بن عيينة حدثني الزهري عن حنظلة الأسلمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا او معتمرا او ليثنينهما.» وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب بهذا الاسناد مثله، قال: «والذي نفس محمد بيده». وحدثنيه حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حنظلة بن علي الأسلمي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده بمثل حديثهما. حدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتاده ان انس رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر كلهن في ذي القعده الا التي مع حجته عمره من الحديبيه او زمن الحديبيه في ذي القعده وعمره من العام المقبل في ذي القعده وعمره من جعرانه حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته حدثنا محمد بن المثنى حدثني عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتاده قال سألت أنسا كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجة واحدة واعتمر أربع عمر ثم ذكر بمثل حديث هداب وحدثني زهير بن حرب حدثنا الحسن بن موسى أخبرنا زهير عن أبي إسحاق قال سألت زيد بن أرقم كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبع عشرة قال وحدثني زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا تسع عشرة وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة حجة الوداع. قال أبو إسحاق: وبمكة أخرى. وحدثنا هارون بن عبد الله: أخبرنا محمد بن بكر البرساني. أخبرنا ابن جريج. قال: سمعت عطاء يخبر. قال: أخبرني عروة بن الزبير. قال: كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة. وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن. قال فقلت يا أبا عبد الرحمن أعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب؟ قال نعم. فقلت لعائشة: أي أمتاه؟ ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: وما يقول؟ قلت: يقول: أعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب. فقالت: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لعمري ما اعتمر في رجب، وما اعتمر من عمرة إلا وإنه لمعه. قال: وابن عمر يسمع، فما قال لا ولا نعم، سكت. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا جرير عن منصور، عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر جالس الى حجره عائشه والناس يصلون الضحى في المسجد فسالناه عن صلاتهم فقال بدعه فقال له عروه يا ابا عبد الرحمن كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اربع عمر احداهن في رجب فكرهنا ان نكذبه ونرد عليه وسمعنا استنان عائشه في الحجره فقال عروه الا تسمعين يا ام المؤمنين الى ما يقول ابو عبد الرحمن فقالت وما يقول قال يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم اربع عمر احداهن في رجب فقالت يرحم الله ابا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وهو معه وما اعتمر في رجب قط وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال اخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس يحدثنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامراه من الانصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها ما منعك ان تحجي معنا قالت لم يكن لنا الا ناضحان فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه قال فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا يزيد يعني بن زريع حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لامراه من الانصار يقال لها ام سنان ما منعك ان تكوني حججت معنا قالت ناضحان كانا لابي فلان زوجها حج هو وابنه على احدهما وكان الاخر يسقي غلامنا قال فعمره في رمضان تقضي حجه او حجه معي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير حا، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة، ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا. ويخرج من الثنية السفلى وحدثنيه زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد وقال في رواية زهير العليا التي بالبطحاء حدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينه قال ابن المثنى حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة، دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة قال هشام فكان أبي يدخل منهما كليهما وكان أبي أكثر ما يدخل من كداء حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى حتى أصبح، ثم دخل مكة. قال: وكان عبد الله يفعل ذلك. وفي رواية ابن سعيد: حتى صلى الصبح، قال يحيى: أو قال حتى أصبح. وحدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد، حدثنا أيوب عن نافع. أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي حدثني أنس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى، ويبيت به حتى يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة، ليس في المسجد الذي بني ثم، ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي: حدثني انس يعني بن عياض عن موسى بن عقبه عن نافع ان عبد الله اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبه يجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد الذي بطرف الاكمه ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء يدع من الأكمة عشرة أذرع أو نحوها ثم يصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الطويل الذي بينك وبين الكعبة صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا ابن نمير حدثنا ابي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف بالبيت الطواف الاول خب ثلاثا ومشى اربعا وكان يسعى ببطن المسيل اذا طاف بين الصفا والمروه وكان ابن عمر يفعل ذلك وحدثنا محمد بن عباد حدثنا حاتم يعني ابن اسماعيل عن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف في الحج والعمره اول ما يقدم فانه يسعى ثلاثه اطواف بالبيت ثم يمشي اربعه ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروه. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، قال حرملة: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، أن سالم بن عبد الله أخبره، أن عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة. اذا استلم الركن الاسود اول ما يطوف حين يقدم يخب ثلاثه اطواف من السبع وحدثنا عبد الله بن عمر بن ابان الجعفي حدثنا ابن المبارك اخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثة، ومشى أربعة. وحدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا سليم بن أخضر، حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع، أن ابن عمر رمل من الحجر إلى الحجر، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا مالك حا، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، قال قرأت على مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني مالك وابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر حدثنا ابو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الجريري عن ابي الطفيل قال قلت لابن عباس ارايت هذا الرمل بالبيت ثلاثه اطواف ومشي اربعه اطواف اسنه هو فان قومك يزعمون انه سنه قال فقال صدقوا وكذبوا قال قلت ما قولك صدقوا وكذبوا قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكه فقال المشركون ان محمدا واصحابه لا يستطيعون ان يطوفوا بالبيت من الهزل وكانوا يحسدونه قال فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرملوا ثلاثا ويمشوا اربعا قال قلت له اخبرني عن الطواف بين الصفا والمروه راكبا اسنه هو فان قومك يزعمون انه سنه قال صدقوا وكذبوا قال قلت وما قولك صدقوا وكذبوا قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه فلما كثر عليه ركب والمشي والسعي افضل وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يزيد اخبرنا الجريري بهذا الاسناد نحوه غير انه قال وكان اهل مكه قوم حسد ولم يقل يحسدونه وحدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن ابن ابي حسين عن ابي الطفيل قال قلت لابن عباس ان قومك يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل بالبيت وبين الصفا والمروه وهي سنه قال صدقوا وكذبوا وحدثني محمد بن رافع حدثنا يحيى بن ادم حدثنا زهير عن عبد الملك بن سعيد بن الابجر عن ابي الطفيل قال قلت لابن عباس اراني قد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصفه لي قال قلت رايته عند المروه على ناقه وقد كثر الناس عليه، قال: فقال ابن عباس: ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، انهم كانوا لا يدعون عنه ولا يكرهون. وحدثني ابو الربيع الزهراني، حدثنا حماد يعني ابن زيد، عن ايوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه مكه وقد وهنتهم حمى يثرب قال المشركون انه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شده فجلسوا مما يلي الحجر وامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرملوا ثلاثه اشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم ان الحمى قد وهنتهم هؤلاء اجلد من كذا وكذا قال ابن عباس ولم يمنعه ان يامرهم ان يرملوا الاشواط كلها الا الابقاء عليهم وحدثني عمرو الناقد وابن ابي عمر واحمد بن عبده جميعا عن ابن عيينه قال ابن عبده حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال انما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمل بالبيت ليري المشركين قوته باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الاخرين حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أبو الطاهر: أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه، قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه من نحو دور الجمحيين. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله، عن نافع، عن عبد الله ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني. وحدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعا عن يحيى القطان قال ابن المثنى: حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر قال ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر مذ رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شده ولا رخاء حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير جميعا عن ابي خالد قال ابو بكر حدثنا ابو خالد الاحمر عن عبيد الله عن نافع قال رايت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وحدثني ابو الطاهر اخبرنا ابن وهب اخبرنا عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة حدثه أن أبا الطفيل البكري حدثه أنه سمع ابن عباس يقول: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس وعمرو حا وحدثني هارون بن سعيد الأيلي: حدثني ابن وهب: أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن سالم أن أباه حدثه قال: قبل عمر بن الخطاب الحجر، ثم قال: أما والله لقد علمت أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. زاد هارون في روايته قال عمر وحدثني بمثلها زيد بن اسلم عن ابيه اسلم وحدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان عمر قبل الحجر وقال اني لاقبلك واني لاعلم انك حجر ولكني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك حدثنا خلف بن هشام والمقدمي وابو كامل وقتيبه بن سعيد كلهم عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الاحول عن عبد الله بن سرجس قال رايت الاصلع يعني عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول والله اني لاقبلك واني اعلم انك حجر وانك لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك وفي روايه المقدمي وابي كامل رايت الاصيلع وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وابن نمير جميعا عن ابي معاويه قال يحيى اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن عابس بن ربيعه قال رايت عمر يقبل الحجر ويقول اني لاقبلك واعلم انك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع. قال أبو بكر: حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة. قال رأيت عمر قبل الحجر والتزمه. وقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا وحدثنيه محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن عن سفيان بهذا الاسناد قال ولكني رايت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم بك حفيا ولم يقل والتزمه حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر: قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته، يستلم الحجر بمحجنه لان يراه الناس وليشرف وليسالوه فان الناس غشوه. وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج حا وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد يعني ابن بكر قال أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسالوه فان الناس غشوه ولم يذكر ابن خشرم وليسالوه فقط حدثني الحكم بن موسى القنطري حدثنا شعيب بن اسحاق عن هشام بن عروه عن عروه عن عائشه قالت طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركن كراهية أن يضرب عنه الناس وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا سليمان بن داود حدثنا معروف بن خربوذ قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروه عن زينب بنت ابي سلمه عن ام سلمه انها قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي فقال طوفي من وراء الناس وانت راكبه قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي الى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مستور. حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا ابو معاويه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قال قلت لها: اني لاظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره قالت لما قلت لأن الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية فقالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه الا يطوف بهما وهل تدري فيما كان ذاك انما كان ذاك ان الانصار كانوا يهلون في الجاهليه لصنمين على شط البحر يقال لهما اساف ونائله ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروه ثم يحلقون فلما جاء الاسلام كرهوا ان يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية. قالت فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. إلى آخرها. قالت فطافوا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا هشام بن عروة. أخبرني أبي. قال قلت لعائشة: ما أرى علي جناحا ألا أتطوف بين الصفا والمروة. قالت لم: قلت لأن الله عز وجل يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية. فقالت: لو كان كما تقول لكان، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار. كانوا إذا أهلوا أهلوا لمنات في الجاهلية فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج ذكروا ذلك له فأنزل الله تعالى هذه الآية فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة حدثنا عمرو الناقد وابن ابي عمر جميعا عن ابن عيينه قال ابن ابي عمر حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن عروه بن الزبير قال قلت لعائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما ارى على احد لم يطف بين الصفا والمروه شيئا وما ابالي الا اطوف بينهما قالت بئس ما قلت يا ابن أختي طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون فكانت سنة وإنما كان من أهل لمنات الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة فلما كان الإسلام سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه الا يطوف بهما قال الزهري فذكرت ذلك لابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فاعجبه ذلك وقال ان هذا العلم ولقد سمعت رجالا من اهل العلم يقولون انما كان من لا يطوف بين الصفا والمروه من العرب يقولون ان طوافنا بين هذين الحجرين من امر الجاهليه وقال اخرون من الانصار انما امرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروه فانزل الله عز وجل ان الصفا والمروه من شعائر الله قال ابو بكر بن عبد الرحمن فاراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء وحدثني محمد بن رافع حدثنا حجين بن المثنى حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب انه قال اخبرني عروه بن الزبير قال سالت عائشه وساق الحديث بنحوه وقال في الحديث فلما سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا يا رسول الله انا كنا نتحرج ان نطوف بالصفا والمروه فانزل الله عز وجل ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة: قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بهما. وحدثنا حرملة بن يحيى: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير: ان عائشه اخبرته ان الانصار كانوا قبل ان يسلموا هم وغسان يهلون لمناه فتحرجوا ان يطوفوا بين الصفا والمروه وكان ذلك سنه في ابائهم من احرم لمناه لم يطف بين الصفا والمروه وانهم سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين اسلموا فانزل الله عز وجل في ذلك إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية عن عاصم، عن أنس قال: كانت الانصار يكرهون ان يطوفوا بين الصفا والمروه حتى نزلت ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما حدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله، وقال: إلا طوافا واحدا طوافه الأول حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أنا خفبال ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا ثم قلت الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة أمامك فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى المزدلفه فصلى ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا تجمع قال كريب فاخبرني عبد الله بن عباس عن الفضل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمره وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم اخبرنا عيسى عن ابن جريج اخبرني عطاء اخبرني ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اردف الفضل من جمع قال فاخبرني ابن عباس ان الفضل اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حا وحدثنا ابن رمح اخبرني الليث عن ابي الزبير عن ابي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس عن الفضل بن عباس وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في عشيه عرفه وغداه جمع للناس حين دفعوا عليكم بالسكينه وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من منى قال عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمره وقال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمره وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج اخبرني ابو الزبير بهذا الاسناد غير انه لم يذكر في الحديث ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمره وزاد في حديثه والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الانسان وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو الاحوص عن حسين عن كثير بن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله ونحن بجمع سمعت الذي انزلت عليه سوره البقره يقول في هذا المقام لبيك اللهم لبيك وحدثنا سريج بن يونس حدثنا هشيم اخبرنا حسين عن كثير بن مدرك الاشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد ان عبد الله لبى حين افاض من جمع فقيل اعرابي هذا فقال عبد الله انسي الناس ام ضلوا سمعت الذي انزلت عليه سوره البقره يقول في هذا المكان لبيك اللهم لبيك وحدثناه حسن الحلواني، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان عن حصين بهذا الإسناد. وحدثنيه يوسف بن حماد المعني، حدثنا زياد يعني البكائي، عن حصين، عن كثير بن مدرك الأشجعي، عن عبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد. قالا سمعنا عبد الله بن مسعود يقول بجمع: سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة ها هنا يقول: لبيك اللهم لبيك، ثم لبى ولبينا معه. باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة. حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا عبد الله بن نمير حا، وحدثنا سعيد بن يحيى الأموي، حدثني أبي. قالا جميعا: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات. منا الملبي ومنا المكبر وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله ويعقوب الدورقي قالوا اخبرنا يزيد بن هارون اخبرنا عبد العزيز بن ابي سلمه عن عمر بن حسين عن عبد الله بن ابي سلمه عن عبد الله بن عبد الله بن, عبد الله بن عمر عن ابيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفه، فمنا المكبر ومنا المهلل، فأما نحن فنكبر. قال قلت: والله لعجبا منكم، كيف لم تقولوا له؟ ماذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن محمد بن ابي بكر الثقفي انه سال انس بن مالك وهما غاديان من منى الى عرفه كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه وحدثني سريج بن يونس حدثنا عبد الله بن رجاء عن موسى بن عقبة حدثني محمد بن أبي بكر قال قلت لأنس بن مالك غدا تعرفه ما تقول في التلبية هذا اليوم قال سرت هذا المسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فمنا المكبر ومنا المهلل ولا يعيب احدنا على صاحبه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن موسى بن عقبه عن كريب مولى بن عباس عن اسامه بن زيد انه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفه حتى اذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضا ولم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاه قال الصلاه امامك فركب فلما جاء المزدلفه نزل فتوضا فاسبغ الوضوء ثم اقيمت الصلاه فصلى المغرب ثم اناخ كل انسان بعيره في منزله ثم اقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة مولى الزبير عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد قال انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الدفعة من عرفات إلى بعض تلك الشعاب لحاجته فصببت عليه من الماء فقلت أتصلي فقال المصلى أمامك وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك حا وحدثنا أبو كريب واللفظ له حدثنا ابن المبارك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس قال سمعت أسامة بن زيد يقول افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما انتهى الى الشعب نزل فبال ولم يقل اسامه اراق الماء قال فدعا بماء فتوضا وضوءا ليس بالبالغ قال فقلت يا رسول الله الصلاه قال الصلاه امامك قال ثم سار حتى بلغ جمعا فصلى المغرب والعشاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا يحيى بن آدم، حدثنا زهير أبو خيثمة، حدثنا إبراهيم بن عقبة، أخبرني كُريب أنه سأل أسامة بن زيد: كيف صنعتم حين ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة؟ فقال: جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب. فاناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وبال وما قال اهراق الماء ثم دعا بالوضوء فتوضا وضوءا ليس بالبالغ فقلت يا رسول الله الصلاه فقال الصلاه امامك فركب حتى جئنا المزدلفه فاقام المغرب ثم اناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة، فصلى ثم حلوا. قلت فكيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال: ردفه الفضل بن عباس، وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا وكيع، حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة، عن كُريب، عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى النقب الذي ينزله الأمراء نزل فبال، ولم يقل أهراق، ثم دعا بوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا، فقلت يا رسول الله الصلاة، فقال: الصلاة أمامك. حدثنا عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء مولى سباع عن اسامه بن زيد انه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افاض من عرفه فلما جاء الشعب اناخ راحلته ثم ذهب الى الغائط فلما رجع صببت عليه من الاداوه فتوضا ثم ركب ثم اتى المزدلفه فجمع بها بين المغرب والعشاء حدثني زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افاض من عرفه واسامه ردفه قال اسامه فما زال يسير على هيئته حتى اتى جمعا وحدثنا ابو الربيع الزهراني وقتيبه بن سعيد جميعا عن حماد بن زيد قال ابو الربيع حدثنا حماد حدثنا هشام عن ابيه قال سئل اسامه وانا شاهد او قال سالت اسامه بن زيد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اردفه من عرفات قلت كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افاض من عرفه قال كان يسير العنق فاذا وجد فجوه النص وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبده بن سليمان وعبد الله بن نمير وحميد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروه بهذا الاسناد وزاد في حديث حميد قال هشام والنص فوق العنق حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد اخبرني عدي بن ثابت ان عبد الله بن يزيد الخطمي حدثه ان ابا ايوب اخبره انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد قال ابن رمح في روايته عن عبد الله بن يزيد الخطمي وكان أميرا على الكوفة على عهد بن الزبير وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره أن أباه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، ليس بينهما سجدة، وصلى المغرب ثلاث ركعات، وصلى العشاء ركعتين، فكان عبد الله يصلي بجمع كذلك، حتى لحق بالله تعالى. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن الحكم وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير أنه صلى المغرب بجمع والعشاء بإقامة، ثم حدث عن ابن عمر أنه صلى مثل ذلك، وحدث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك. وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا وكيع حدثنا شعبه بهذا الاسناد وقال صلاهما باقامه واحده وحدثنا عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا الثوري عن سلمه بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، صلى المغرب ثلاثة والعشاء ركعتين بإقامة واحدة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق، قال: قال سعيد بن جبير: أفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعا، فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة، ثم انصرف فقال: هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُريب جميعا عن أبي معاوية، قال يحيى: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش، عن عمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لميقاتها إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. وحدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم جميعا عن جرير عن الاعمش بهذا الاسناد وقال قبل وقتها بغلس وحدثنا عبد الله بن مسلمه بن قعنب حدثنا افلح يعني بن حميد عن القاسم عن عائشه انها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس وكانت امراة ثبطه يقول القاسم والثبطة الثقيلة قال فاذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى اصبحنا فدفعنا بدفعه ولان اكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى جميعا عن الثقفي، قال ابن المثنى: حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم، عن عائشة قالت: كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل فأذن لها فقالت عائشة فليتني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام وحدثنا ابن نمير حدثنا ابي حدثنا عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشه قالت وددت اني كنت استاذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استاذنته سوده فاصلي الصبح بمنى فارمي الجمره قبل ان ياتي الناس فقيل لعائشه فكانت سوده استاذنته قالت نعم إنها كانت امرأة ثقيلة ثبطة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حا وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن كلاهما عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم بهذا الاسناد نحوه حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي حدثنا يحيى وهو القطان عن ابن جريج حدثني عبد الله مولى اسماء قال قالت لي اسماء وهي عند دار المزدلفه هل غاب القمر قلت لا فصلت ساعه ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ فقلت: نعم. قالت: ارحل بي. فارتحلنا حتى رمت الجمره، ثم صلت في منزلها. فقلت لها: ايها انتاه؟ لقد غلسنا. قالت: كلا، اي بني، ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للظعن. وحدثنيه علي بن خشرم، أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج بهذا الإسناد وفي روايته قالت لا أي بني إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أذن لضعنه حدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد حا وحدثني علي بن خشرم أخبرنا عيسى جميعا عن ابن جريج أخبرني عطاء أن ابن شوال أخبره أنه دخل على أم حبيبة فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا عمرو بن دينار حا وحدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار، عن سالم بن شوال عن أم حبيبة قالت: كنا نفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نغلس من جمع إلى منى، وفي رواية الناقد نغلس من مزدلفة. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد، قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول: أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عطاء أن ابن عباس قال: بعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسحر من جمع في ثقل نبي الله صلى الله عليه وسلم. قلت أبلغك أن ابن عباس قال: بعث بي بليل طويل؟ قال: لا إلا كذلك. بسحر قلت له فقال ابن عباس رمينا الجمرة قبل الفجر وأين صلى الفجر قال لا إلا كذلك وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل، فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام، وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منًا لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة، وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه قال فقيل له إن أناسا يرمونها من فوقها فقال عبد الله بن مسعود هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش قال سمعت الحجاج بن يوسف يقول وهو يخطب على المنبر ألفوا القرآن كما ألفه جبريل السوره التي يذكر فيها البقره والسوره التي يذكر فيها النساء والسوره التي يذكر فيها ال عمران قال فلقيت ابراهيم فاخبرته بقوله فسبه وقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد انه كان مع عبد الله بن مسعود فاتى جمره العقبه فاستبطن الوادي فاستعرضها فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاه. قال فقلت يا ابا عبد الرحمن، ان الناس يرمونها من فوقها. فقال: هذا والذي لا اله غيره، مقام الذي انزلت عليه سوره البقره. وحدثني يعقوب الدورقي، حدثنا ابن ابي زائده، حا وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش، قال: سمعت الحجاج يقول: لا تقولوا سورة البقرة، واقتص الحديث بمثل حديث ابن مسهر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا غندر عن شعبة، حا، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبد الله قال فرم الجمرة بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة بهذا الإسناد، غير أنه قال: فلما أتى جمرة العقبة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو المحياه حا، وحدثنا يحيى بن يحيى له أخبرنا يحيى بن يعلى أبو المحياه. عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لعبد الله إن ناسا يرمون الجمرة من فوق العقبة قال فرماها عبد الله من بطن الوادي ثم قال منها هنا والذي لا إله غيره رماها الذي أنزلت عليه سورة البقرة حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم اخبرنا عيسى عن ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابرا يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتاخذوا مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي هذه وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل عن زيد بن أبي أنيسة، عن يحيى بن حصين، عن جدته أم الحصين، قال: سمعتها تقول: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف، وهو على راحلته، ومعه بلال واسامه احدهما يقود به راحلته والاخر رافع ثوبه على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا ثم سمعته يقول ان امر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت اسود يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا وحدثني أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن الحسين عن أم الحسين جدته قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرايت اسامه وبلالا واحدهما اخذ بخطام ناقه النبي صلى الله عليه وسلم والاخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمره العقبه قال مسلم واسم ابي عبد الرحيم خالد بن ابي يزيد وهو خال محمد بن سلمه روى عنه وكيع وحجاج الاعور وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر اخبرنا ابن جريج اخبرنا ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمره بمثل حصى الخذف وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو خالد الاحمر وابن ادريس عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمره يوم النحر ضحى واما بعد فاذا زالت الشمس وحدثناه علي بن خشرم اخبرنا عيسى اخبرنا ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثني سلمه بن شبيب حدثنا الحسن بن اعين حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله الجزري عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستجمار تو ورمي الجمار تو، والسعي بين الصفا والمروة تو، والطواف تو، وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح، قال أخبرنا الليث حا، وحدثنا قتيبة، حدثنا ليث عن نافع، أن عبد الله قال: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفه من اصحابه وقصر بعضهم قال عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين مره او مرتين ثم قال والمقصرين وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم بن الحجاج قال: <applause> حدثنا ابن نمير حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين وحدثناه ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله بهذا الاسناد وقال في الحديث فلما كانت الرابعه قال والمقصرين حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وابن نمير وابو كريب جميعا عن ابن فضيل، قال زهير: حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا عمارة عن ابي زرعة، عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين، قال وللمقصرين. وحدثني أمية بن بسطام، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح عن العلاء عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى حديث أبي زرعة عن أبي هريرة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وأبو داود الطيالسي عن شعبة عن يحيى بن الحصين عن جدته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة ولم يقل وكيع في حجة الوداع. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري، وحدثنا قتيبة، حدثنا حاتم يعني ابن اسماعيل، كلاهما عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا حفص بن غياث عن هشام عن محمد بن سيرين عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى منا فاتى الجمره فرماها ثم اتى منزله بمنا ونحر ثم قال للحلاق خذ واشار الى جانبه الايمن ثم الايسر، ثم جعل يعطيه للناس. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وابو كريب. قالوا: أخبرنا حفص بن غياث عن هشام بهذا الإسناد. أما أبو بكر فقال في روايته للحلاق ها، وأشار بيده إلى الجانب الأيمن هكذا. فقسم شعره بين من يليه. قال ثم اشار الى الحلاق والى الجانب الايسر فحلقه فاعطاه ام سليم واما في روايه ابي كريب قال فبدا بالشق الايمن فوزعه الشعره والشعرتين بين الناس ثم قال بالايسر فصنع به مثل ذلك ثم قال ها هنا ابو طلحه فدفعه الى ابي طلحه وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الاعلى حدثنا هشام عن محمد عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمره العقبه ثم انصرف الى البدن فنحرها والحجام جالس وقال بيده عن راسه فحلق شقه الايمن فقسمه في من يليه ثم قال احلق الشق الاخر، فقال اين ابو طلحه؟ فأعطاه اياه. وحدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان: سمعت هشام بن حسان يخبر عن ابن سيرين، عن انس بن مالك قال: لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمره، ونحر نسوكه وحلق ناول الحالق شقه الايمن فحلقه ثم دعا ابا طلحه الانصاري فاعطاه اياه ثم ناوله الشق الايسر فقال احلق فحلقه فاعطاه ابا طلحه فقال اقسمه بين الناس حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحه بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنا للناس يسألونه فجاء رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر فقال اذبح ولا حرج ثم جاءه رجل آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال ارم ولا حرج. قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. وحدثني حرمله بن يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني عيسى بن طلحه التيمي. أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فطفق ناس يسألونه فيقول القائل منهم يا رسول الله إني لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر فنحرت قبل الرمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرم ولا حرج قال وطفق اخر يقول اني لم اشعر ان النحر قبل الحلق فحلقت قبل ان انحر فيقول انحر ولا حرج قال فما سمعته يسال يومئذ عن امر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الامور قبل بعض واشباهها الا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا ذلك ولا حرج حدثنا حسن الحلواني، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بمثل حديث يونس عن الزهري إلى آخره. وحدثنا علي بن خشرم، أخبرنا عيسى عن ابن جريج، قال: سمعت ابن شهاب يقول: حدثني عيسى بن طلحة، حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص، ان النبي صلى الله عليه وسلم بينا هو يخطب يوم النحر فقام اليه رجل فقال ما كنت احسب يا رسول الله ان كذا وكذا قبل كذا وكذا ثم جاء اخر فقال يا رسول الله كنت احسب ان كذا قبل كذا وكذا لهؤلاء الثلاث قال افعل ولا حرج وحدثناه عبد بن حميد، حدثنا محمد بن بكر حا، وحدثني سعيد بن يحيى الأموي، حدثني أبي جميعا عن ابن جريج بهذا الإسناد، أما رواية ابن بكر فكرواية عيسى، إلا قوله لهؤلاء الثلاث، فإنه لم يذكر ذلك، وأما يحيى الأموي ففي روايته حلقت قبل أن أنحر نحرت قبل أن أرمي وأشبه ذلك وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو، قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال فاذبح ولا حرج قال ذبحت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة بمنا فجاءه رجل بمعنى حديث ابن عيينه وحدثني محمد بن عبد الله بن قهراز حدثنا علي بن الحسن عن عبد الله بن المبارك اخبرنا محمد بن ابي حفصه عن الزهري عن عيسى بن طلحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم واتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمره فقال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي فقال ارمي ولا حرج وأتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج وأتاه آخر فقال إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج قال فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعلوا ولا حرج حدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتاخير فقال لا حرج حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى قال نافع فكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلى الظهر بمنى ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله حدثني زهير بن حرب حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق اخبرنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سالت انس بن مالك قلت اخبرني عن شيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اين صلى الظهر يوم الترويه قال بمنى قلت فاين صلى العصر يوم النفر قال بالابطح ثم قال افعل ما يفعل امراؤك. حدثنا محمد بن مهران الرازي، حدثنا عبد الرزاق عن معمر، عن ايوب عن نافع، عن ابن عمر، ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا ينزلون الابطح. حدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا روح بن عبادة، حدثنا صخر بن جويرية عن نافع أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة، وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة. قال نافع: قد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُريب قال حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة قالت: نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث، حا وحدثنيه أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد يعني ابن زيد، حا، وحدثناه أبو كامل، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حبيب المعلم، كلهم عن هشام بهذا الإسناد مثله. حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري، عن سالم ان ابا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون الابطح قال الزهري واخبرني عروه عن عائشه انها لم تكن تفعل ذلك وقالت انما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان منزلا اسمح لخروجه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر واحمد بن عبده واللفظ لابي بكر حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال ليس التحصيب بشيء انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبه بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينه قال زهير حدثنا سفيان بن عيينه عن صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار قال قال ابو رافع لم يامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انزل الابطح حين خرج من منى ولكني جئت فضربت فيه قبته فجاء فنزل. قال أبو بكر في رواية صالح: قال سمعت سليمان بن يسار وفي رواية قتيبة قال عن أبي رافع: وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني حرملة بن يحيى: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. حدثني زهير بن حرب، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثني الأوزاعي، حدثني الزهري، حدثني ابو سلمة حدثنا ابو هريره قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنا نحن نازلون غدا بخيف بني كنانه حيث تقاسموا على الكفر وذلك ان قريشا وبني كنانه تحالفت على بني هاشم وبني المطلب الا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك المحصب. وحدثني زهير بن حرب حدثنا شبابه، حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف، حيث تقاسموا على الكفر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وأبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حا وحدثنا ابن نمير واللفظ له حدثنا أبي حدثنا عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حا وحدثنيه محمد بن حاتم وعبد بن حميد جميعا عن محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج كلاهما عن عبيد الله بن عمر بهذا الاسناد مثله. وحدثني محمد بن المِنهارِ الضرير، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني قال: كنت جالسا مع ابن عباس عند الكعبه، فأتاه اعرابي فقال: ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ، أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فقال ابن عباس: الحمد لله ما بنا من حاجة ولا بخل. قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة، فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب، وسقى فضله أسامة. وقال: أحسنتم وأجملتم، كذا فاصنعوا، فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن عبد الكريم، عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها، قال: نحن نعطيه من عندنا. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب، قالوا حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري بهذا الإسناد مثله. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا سفيان وقال اسحاق بن ابراهيم اخبرنا معاذ بن هشام قال اخبرني ابي كلاهما عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في حديثهما اجر الجازر وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون، ومحمد بن مرزوق، وعبد بن حميد، قال عبد أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني الحسن بن مسلم، أن مجاهدا أخبره، أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره، أن علي بن أبي طالب أخبره. أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه، وأمره أن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عبد الكريم بن مالك الجزري أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بمثله حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مالك حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبيه البدنه عن سبعه والبقره عن سبعه. وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا ابو خيثمه عن ابي الزبير عن جابر حا وحدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا ابو الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر كل سبعه منا في بدنه وحدثني محمد بن حاتم حدثنا وكيع حدثنا عزره بن ثابت عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعه والبقره عن سبعه وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله قال اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمره كل سبعه في بدنه فقال رجل لجابر ايشترك في البدنه ما يشترك في الجزور قال ما هي الا من البدن وحضر جابر الحديبيه قال نحرنا يومئذ سبعين بدنه اشتركنا كل سبعة في بدنه. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي، ويجتمع النفر منا في الهدية. وذلك حين امرهم ان يحلوا من حجهم في هذا الحديث حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمره فنذبح البقره عن سبعه نشترك فيها حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر وحدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج حا وحدثني سعيد بن يحيى الأموي، حدثني أبي، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه، وفي حديث ابن بكر عن عائشة بقرة في حجته. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس عن زياد بن جبير أن ابن عمر أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة، فقال ابعثها قياما مقيده سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح، قال أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة حدثنا ليث عن ابن شهاب. عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة، فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. وحدثنيه حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله. وحدثناه سعيد بن منصور وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا سعيد بن منصور وخلف بن هشام وقتيبة بن سعيد قالوا أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كأني أنظر إلي أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه. وحدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: سمعت عائشة تقول: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين. ثم لا يعتزل شيئا ولا يتركه. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة قالت: فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم أشعرها وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت، وأقام بالمدينة. فما حرم عليه شيء كان له حلا وحدثنا علي بن حجر السعدي ويعقوب بن ابراهيم الدورقي قال ابن حجر حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن القاسم وابي قلابه عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدى أفتل قلائدها بيدي ثم لا يمسك عن شيء لا يمسك عنه الحلال. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا حسين بن الحسن، حدثنا ابن عون عن القاسم، عن أم المؤمنين قالت: أنا فتلت تلك القلائد من عهن كان عندنا. فأصبح فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا يأتي ما يأتي الحلال من أهله، أو يأتي ما يأتي الرجل من أهله. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن منصور، عن إبراهيم عن الأسود، عن عائشة قالت: لقد رأيتني أفتل القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الغنم فيبعث به ثم يقيم فينا حلالا. وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب. قال يحيى اخبرنا، وقال الاخران: حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم، عن الاسود عن عائشة. قالت ربما فتلت القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقلد هديه، ثم يبعث به، ثم يقيم، لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب، قال يحيى اخبرنا ابو معاوية عن الاعمش، عن ابراهيم، عن الاسود عن عائشه قالت اهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مره الى البيت غنما فقلدها وحدثنا اسحاق بن منصور حدثنا عبد الصمد حدثني ابي حدثني محمد بن جحاده عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت كنا نقلد الشاء فنرسل بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم حلال لم يحرم عليه منه شيء حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عمره بنت عبد الرحمن انها اخبرته ان ابن زياد كتب الى عائشه ان عبد الله بن عباس قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي وقد بعثت بهدي فاكتبي الي بامرك قالت عمره قالت عائشه ليس كما قال ابن عباس انا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. وحدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال سمعت عائشة وهي من وراء الحجاب تصفق وتقول كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم يبعث بها وما يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا داود حا وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا زكرياء كلاهما عن الشعبي عن مسروق عن عائشه بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها. قال يا رسول الله انها بدنه فقال اركبها ويلك في الثانيه او في الثالثه وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا المغيره بن عبد الرحمن الحزامي عن ابي الزناد عن الاعرج بهذا الاسناد وقال بينما رجل يسوق بدنه مقلده حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال: بينما رجل يسوق بدنة مقلدة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك اركبها، فقال بدنة يا رسول الله قال ويلك اركبها ويلك اركبها وحدثني عمرو الناقد وسريج بن يونس قال حدثنا هشيم أخبرنا حميد عن ثابت عن أنس قال وأظنني قد سمعته من أنس حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا هشيم عن حميد عن ثابت البناني عن انس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يسوق بدنه، فقال اركبها، فقال انها بدنه، قال اركبها مرتين او ثلاثا. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا وكيع عن مسعر، عن بكير بن الاخنس، عن انس. قال سمعته يقول: مر على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنه او هديه، فقال اركبها، قال انها بدنه او هديه، فقال وان. وحدثناه ابو كريب، حدثنا ابن بشر عن مسعر، حدثني بكير بن الاخنس، قال سمعت انسا يقول: مر على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنه فذكر مثله وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج اخبرني ابو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف اذا الجئت اليها حتى تجد ظهرا وحدثني سلمه بن شبيب حدثنا الحسن بن اعين حدثنا معقل عن ابي الزبير قال سالت جابرا عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف حتى تجد ظهرا حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن ابي التياح الضبعي حدثني موسى بن سلمه الهذلي قال انطلقت انا وسنان بن سلمه معتمرين قال وانطلق سنان معه ببدنه يسوقها فازحفت عليه بالطريق فعي بشانها ان هي ابدعت كيف ياتي بها فقال لئن قدمت البلد لأستحفين عن ذلك قال فأضحيت فلما نزلنا البطحاء قال انطلق إلى ابن عباس نتحدث إليه قال فذكر له شأن بدنته فقال على الخبير سقط بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بست عشرة بدنة مع رجل وأمره فيها قال فمضى ثم رجع فقال يا رسول الله كيف أصنع بما أبدع علي منها قال انحرها ثم اصبغن عليها في دمها ثم اجعله على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بثمان عشرة بدنة مع رجل ثم ذكر بمثل حديث عبد الوارث ولم يذكر أول الحديث حدثني أبو غسان المسمعي حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة، عن سنان بن سلمة، عن ابن عباس، أن ذؤيبًا أبا قبيصة حدثه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتًا فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها. ولا تطعمها انت ولا احد من اهل رفقتك حدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب قالا حدثنا سفيان عن سليمان الاحول عن طاووس عن ابن عباس قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت قال زهير ينصرفون كل وجه ولم يقل في حدثنا سعيد بن منصور وابو بكر بن ابي شيبه واللفظ لسعيد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المراه الحائض حدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج اخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس قال كنت مع ابن عباس اذ قال زيد بن ثابت تفتي ان تصدر الحائض قبل ان يكون اخر عهدها بالبيت فقال له ابن عباس إما لا، فسل فلانة الأنصارية: هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك، وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، حا، وحدثنا محمد بن رمح، حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابي سلمه وعروه ان عائشه قالت حاضت صفيه بنت حيي بعدما افاضت قالت عائشه فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احابستناه قالت فقلت يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلتنفر. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى. قال أحمد حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد: قال طمثت صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعدما أفاض الطاهرة بمثل حديث الليث وحدثنا قتيبة يعني ابن سعيد حدثنا ليث حا وحدثنا زهير بن حرب حدثنا سفيان حا وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا ايوب كلهم عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه انها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان صفيه قد حاضت بمعنى حديث الزهري وحدثنا عبد الله بن مسلمه بن قعنب حدثنا افلح عن القاسم بن محمد عن عائشه قالت كنا نتخوف ان تحيض صفيه قبل ان تفيض قالت فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احابستنا صفيه قلنا قد افاضت قال فلا اذن حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن قد طافت معكن بالبيت قالوا بلى قال فاخرجن حدثني الحكم بن موسى حدثني يحيى بن حمزه عن الاوزاعي لعله قال عن يحيى بن ابي كثير عن محمد بن ابراهيم التيمى عن ابي سلمه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد من صفيه بعض ما يريد الرجل من اهله فقالوا انها حائض يا رسول الله قال وإنها لحابستنا فقالوا يا رسول الله إنها قد زارت يوم النحر قال فلتنفر معكم حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له حدثنا أبي حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة فقال عقرى حلقا إنك لحابستنا ثم قال لها أكنت أفضت يوم النحر قالت نعم قال فانفري وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب عن أبي معاوية عن الأعمش حا وحدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن منصور جميعا عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث الحكم غير أنهما لا يذكران كئيبة حزينة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ثم مكث فيها قال ابن عمر: فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: جعل عمودين عن يساره، وعمودًا عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. حدثنا أبو الربيع الزهراني، وقتيبة بن سعيد، وأبو كامل الجحدري، كلهم عن حماد بن زيد. قال أبو كامل حدثنا حماد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فنزل بفناء الكعبة، وأرسل إلى عثمان بن طلحة فجاء بالمفتاح ففتح الباب، قال ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وامر بالباب فاغلق فلبثوا فيه مليا ثم فتح الباب فقال عبد الله فبادرت الناس فتلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا وبلال على اثره فقلت لبلال هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قلت اين قال بين العمودين تلقاء وجهه قال: ونسيت أن أسأله كم صلى. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح على ناقة لأسامة بن زيد حتى أناخ بفناء الكعبة ثم دعا عثمان بن طلحة فقال: ائتني بالمفتاح فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه فقال والله لتعطينيه أو ليخرجن هذا السيف من صلبي قال فأعطته إياه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إليه ففتح الباب ثم ذكر بمثل حديث حماد بن زيد وحدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى وهو القطان حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا ابن نمير واللفظ له حدثنا عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت ومعه أسامة وبلال وعثمان بن طلحة فأجافوا عليهم الباب طويلا ثم فتح، فكنت أول من دخل، فلقيت بلالا، فقلت أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال بين العمودين المقدمين، فنسيت أن أسأله: كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وحدثني حميد بن مسعدة حدثنا خالد: يعني ابن الحارث حدثنا عبد الله بن عون عن نافع عن عبد الله بن عمر انه انتهى الى الكعبه وقد دخلها النبي صلى الله عليه وسلم وبلال واسامه واجاف عليهم عثمان بن طلحه الباب قال فمكثوا فيه مليا ثم فتح الباب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورقيت الدرجه فدخلت البيت، فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ها هنا، قال ونسيت أن أسألهم كم صلى. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث حا، وحدثنا ابن رمح، أخبرنا الليث عن ابن شهاب، عن سالم عن أبيه، أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو واسامه بن زيد وبلال وعثمان بن طلحه فاغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت في اول من ولج فلقيت بلالا فسالته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم صلى بين العمودين اليمانيين وحدثني حرملة بن يحيى: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد، وبلال وعثمان بن طلحة، ولم يدخلها معهم أحد، ثم أغلقت عليهم. قال عبد الله بن عمر: فأخبرني بلال أو عثمان بن طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة بين العمودين اليمانيين. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعاً عن ابن بكر، قال عبد أخبرنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، قال قلت لعطاء: اسمعت ابن عباس يقول انما امرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله قال لم يكن ينهى عن دخوله ولكني سمعته يقول اخبرني اسامه بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين، وقال هذه القبلة، قلت له: ما نواحيها؟ أفي زواياها؟ قال: بل في كل قبلة من البيت. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا همام، حدثنا عطاء عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيها ست سوار. فقام عند ساريه فدعا ولم يصل وحدثني سريج بن يونس حدثني هشيم اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد قال قلت لعبد الله بن ابي اوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته قال لا حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا ابو معاويه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثه عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبه ولجعلتها على اساس ابراهيم فان قريشا حين بنت البيت استقصرت ولجعلت لها خلفا وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُريب، قالا: حدثنا ابن نُمير عن هشام بهذا الإسناد. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق، أخبر عبد الله بن عمر عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الم تري ان قومك حين بنوا الكعبه اقتصروا على قواعد ابراهيم قالت فقلت يا رسول الله افلا تردها على قواعد ابراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم حدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمه حا وحدثني هارون بن سعيد الايلي، حدثنا ابن وهب: اخبرني مخرمة بن بكير عن ابيه، قال: سمعت نافعا مولى بن عمر يقول: سمعت عبد الله بن ابي بكر بن ابي قحافة يحدث عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، أو قال بكفر، لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها بالأرض، ولادخلت فيها من الحجر. وحدثني محمد بن حاتم، حدثني ابن مهدي، حدثنا سليم بن حيان، عن سعيد يعني ابن ميناء، قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول: حدثتني خالتي يعني عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض، وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا، وزدت فيها ستة أذرع من الحجر. فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة. حدثنا هناد بن السري، حدثنا ابن أبي زائدة: أخبرني ابن أبي سليمان عن عطاء قال: لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية، حين غزاها أهل الشام، فكان من أمره ما كان، تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم. يريد ان يجرئهم او يحربهم على اهل الشام فلما صدر الناس قال يا ايها الناس اشيروا علي في الكعبه انقضها ثم ابني بناءها او اصلح ما وها منها قال ابن عباس فاني قد فرق لي راي فيها ارى ان تصلح ما وها منها وتدع بيتا اسلم الناس عليه واحجارا اسلم الناس عليها وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن الزبير لو كان احدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده فكيف بيت ربكم اني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على امري فلما مضى الثلاث اجمع رايه على ان ينقضها فتحاماه الناس ان ينزل باول الناس يصعد فيه امر من السماء حتى صعده رجل فالقى منه حجاره فلما لم يره الناس اصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الارض فجعل ابن الزبير اعمده فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه وقال ابن الزبير اني سمعت عائشه تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر، وليس عندي من النفقة ما يقوي على بنائه، لكنت أدخلت فيه من الحجر خمس أذرع، ولجعلت لها بابًا يدخل الناس منه، وبابًا يخرجون منه». قال: «فأنا اليوم أجد ما أنفق، ولست أخاف الناس». قال فزاد فيه خمس أذرع من الحجر حتى أبدى أُسًا نظر الناس إليه، فبنى عليه البناء، وكان طول الكعبة ثمانية عشرة ذراعًا، فلما زاد فيه استقصره، فزاد في طوله عشر أذرع، وجعل له بابين، أحدهما يدخل منه، والآخر يخرج منه، فلما قُتل ابن الزبير، كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك، ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أُس نظر إليه العدول من أهل مكة، فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاد في طوله فأقره، وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه، وسد الباب الذي فتحه. فنقضه واعاده الى بنائه حدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر اخبرنا بن جريج قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير والوليد بن عطاء يحدثان عن الحارث بن عبد الله بن ابي ربيعه قال عبد الله بن عبيد وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته، فقال عبد الملك: ما أظن أبا خبيب يعني ابن الزبير سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها. قال الحارث: بلى، أنا سمعته منها. قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قومك استقصروا من بنيان البيت ولولا حداثه عهدهم بالشرك اعدت ما تركوا منه فان بدا لقومك من بعدي ان يبنوه فهلمي لاريك ما تركوا منه فاراها قريبا من سبعه اذرع هذا حديث عبد الله بن عبيد وزاد عليه الوليد بن عطاء قال النبي صلى الله عليه وسلم ولجعلت لها بابين موضوعين في الارض شرقيا وغربيا وهل تدرين لم كان قومك رفعوا بابها قالت قلت لا قالت عززا ألا يدخلها إلا من أرادوا فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط قال عبد الملك للحارث أنت سمعتها تقول هذا قال نعم قال فنكت ساعة بعصاه ثم قال وددت أني تركته وما تحمل وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة حدثنا أبو عاصم حا وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثل حديث ابن بكر وحدثني محمد بن حاتم حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا حاتم بن ابي صغيره عن ابي قزعه ان عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت اذ قال قاتل الله بن الزبير حيث يكذب على ام المؤمنين يقول سمعتها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشه لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى ازيد فيه من الحجر فان قومك قصروا في البناء فقال الحارث بن عبد الله بن ابي ربيعه لا تقل هذا يا امير المؤمنين فانا سمعت ام المؤمنين تحدث هذا قال لو كنت سمعته قبل ان اهدمه لتركته على ما بنى ابن بن الزبير حدثنا سعيد بن منصور حدثنا ابو الاحوص حدثنا اشعث بن ابي الشعفاء عن الاسود بن يزيد عن عائشه قالت سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر امن البيت هو قال نعم قلت فلم لم يدخلوه في البيت قال ان قومك قصرت بهم النفقه قلت فما شان بابه مرتفعا قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، ولولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية، فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت، وأن ألزق بابه بالأرض. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى. حدثنا شيبان عن اشعث بن ابي الشعثاء عن الاسود بن يزيد عن عائشه قالت سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر وساق الحديث بمعنى حديث ابي الاحوص وقال فيه فقلت ما شان بابه مرتفعا لا يصعد اليه الا بسلم وقال مخافه ان تنفر قلوبهم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس انه قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امراه من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر. قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحله، افاحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع. حدثني علي بن خشرم اخبرنا عيسى عن ابن جريج عن ابن شهاب: حدثنا سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل ان امراه من خثعم قالت يا رسول الله ان ابي شيخ كبير عليه فريضه الله في الحج، وهو لا يستطيع ان يستوي على ظهر بعيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحجي عنه. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وابن ابي عمر جميعا عن ابن عيينه قال ابو بكر حدثنا سفيان بن عيينه عن ابراهيم بن عقبه عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم قالوا المسلمون فقالوا من انت قال رسول الله فرفعت إليه امرأة صبية فقالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجر حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال رفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب أن امرأة رفعت صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر وحدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن محمد بن عقبه عن كريب عن ابن عباس بمثله وحدثني زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن ابي هريره قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل اكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حا، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، جميعاً عن عبيد الله بهذا الإسناد. في رواية أبي بكر فوق ثلاث، وقال ابن نمير في روايته عن أبيه: ثلاثة إلا ومعها ذو محرم. وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرنا الضحاك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تسافر مسيرة ثلاث ليال، إلا ومعها ذو محرم". حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة جميعاً عن جرير. قال قتيبة: حدثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير. عن قزعة عن أبي سعيد. قال: سمعت منه حديثاً فأعجبني. فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع. قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؛ مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى". وسمعته يقول: "لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها". وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير، قال: سمعت قزعة قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة فأعجبنني وآنقنني، نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. واقتص باقي الحديث. حدثنا عثمان بن ابي شيبه، حدثنا جرير عن مغيره، عن ابراهيم عن سهم بن منجاب، عن قزعه عن ابي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المراه ثلاثا الا مع ذي محرم. وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن بشار جميعا عن معاذ بن هشام قال أبو غسان حدثنا معاذ حدثني أبي عن قتاده عن قزعه عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذي محرم وحدثناه ابن المثنى حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتاده بهذا الاسناد وقال اكثر من ثلاث الا مع ذي محرم حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا ليث عن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه ان ابا هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. حدثني زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب، حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامراة تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيرة يوم الا مع ذي محرم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا بشر يعني ابن مفضل، حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامراة ان تسافر ثلاثا الا ومعها ذو محرم منها. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب جميعا عن ابي معاويه. قال ابو كريب: حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد الخدري. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر سفرا يكون ثلاثه ايام فصاعدا الا ومعها ابوها او ابنها او زوجها او اخوها او ذو محرم منها وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو سعيد الاشج قالا حدثنا وكيع حدثنا الاعمش بهذا الاسناد مثله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب كلاهما عن سفيان قال ابو بكر حدثنا سفيان بن عيينه حدثنا عمرو بن دينار عن ابي معبد قال سمعت ابن عباس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله: إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. وحدثناه أبو الربيع الزهراني: حدثنا حماد عن عمرو بهذا الاسناد نحوه وحدثنا ابن ابي عمر حدثنا هشام يعني ابن سليمان المخزومي عن ابن جريج بهذا الاسناد نحوه ولم يذكر لا يخلون رجل بامراه الا ومعها ذو محرم حدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني ابو الزبير ان عليا الازدي اخبره ان ابن عمر علمهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استوى على بعيره خارجا الى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكابه المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون، لربنا حامدون وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن علية عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. وحدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب جميعا عن أبي معاوية حا وحدثني حامد بن عمر حدثنا عبد الواحد كلاهما عن عاصم بهذا الاسناد مثله غير ان في حديث عبد الواحد في المال والاهل وفي روايه محمد بن خازم قال يبدا بالاهل اذا رجع وفي روايتهما جميعا اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر، حا، وحدثنا عبيد الله بن سعيد، واللفظ له، حدثنا يحيى وهو القطان، عن عبيد الله عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة، اذا اوفى على ثنيه او فدفد كبر ثلاثا ثم قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ايبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل يعني بن علية، عن أيوب حا وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا معن عن مالك حا وحدثنا ابن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. الا حديث ايوب فان فيه التكبير مرتين وحدثني زهير بن حرب حدثنا اسماعيل بن عليه عن يحيى بن ابي اسحاق قال قال انس بن مالك اقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم انا وابو طلحه وصفيه رديفته على ناقته حتى اذا كنا بظهر المدينه قال ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينه وحدثنا حميد بن مسعده حدثنا بشر بن المفضل حدثنا يحيى بن ابي اسحاق عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. وحدثني محمد بن رمح بن المهاجر المصري أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة واللفظ له، قال: حدثنا ليث عن نافع، قال: كان ابن عمر ينيخ بالبطحاء التي بذي الحليفة، التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينيخ بها ويصلي بها. وحدثنا محمد بن اسحاق المسيبي، حدثني انس يعني ابا ضمرة، عن موسى بن عقبة عن نافع. أن عبد الله بن عمر كان إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة، التي كان ينيخ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن عباد حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل، عن موسى وهو ابن عقبة، عن سالم عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي في معرسه بذي الحليفة فقيل له إنك ببطحاء مباركة وحدثنا محمد بن بكار بن الريان وسريج بن يونس واللفظ لسريج قال حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتي وهو في معرسه من ذي الحليفه في بطن الوادي فقيل انك ببطحاء مباركه قال موسى وقد اناخ بنا سالم بالمناخ من المسجد الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين القبله وسطا من ذلك حدثني هارون بن سعيد الأيلي: حدثنا ابن وهب: أخبرني عمرو عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة حا، وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، أن ابن شهاب أخبره: عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة قال: بعثني ابو بكر الصديق في الحجه التي امره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجه الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان قال ابن شهاب فكان حميد بن عبد الرحمن يقول يوم النحر يوم الحج الاكبر من اجل حديث ابي هريره حدثنا هارون بن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب اخبرني مخرمه بن بكير عن ابيه قال سمعت يونس بن يوسف يقول عن ابن المسيب قال قالت عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه وانه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكه فيقول ما اراد هؤلاء حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح السمان عن ابي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وحدثناه سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حا وحدثني محمد بن عبد الملك الأموي، حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل، حا. وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، حا. وحدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع، حا. وحدثني محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن، جميعا عن سفيان. كل هؤلاء عن سميّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثل حديث مالك. حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب، قال يحيى أخبرنا، وقال زهير: حدثنا جرير عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، رجع كما ولدته أمه. وحدثناه سعيد بن منصور عن أبي عوانة وأبي الأحوص، حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان، حا، وحدثنا ابن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، كل هؤلاء عن منصور بهذا الإسناد، وفي حديثهم جميعا، من حج فلم يرفث ولم يفسق. حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم عن سيار، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن علي بن حسين أخبره أن عمرو بن عثمان بن عفان أخبره عن أسامة بن زيد بن حارثة أنه قال يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين. حدثنا محمد بن مهران الرازي وابن أبي عمر وعبد بن حميد، جميعا عن عبد الرزاق. قال ابن مهران: حدثنا عبد الرزاق عن معمر. عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن اسامه بن زيد قلت يا رسول الله اين تنزل غدا وذلك في حجته حين تنونا من مكه فقال وهل ترك لنا عقيل منزلا وحدثنيه محمد بن حاتم حدثنا روح بن عباده حدثنا محمد بن ابي حفصه وزمعه بن صالح قال حدثنا ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن اسامه بن زيد انه قال يا رسول الله اين تنزل غدا ان شاء الله وذلك زمن الفتح قال وهل ترك لنا عقيل من منزل حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سليمان يعني بن بلال، عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد يقول: هل سمعت في الإقامة بمكة شيئا؟ فقال السائب: سمعت العلاء بن الحضرمي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر بمكة، كأنه يقول لا يزيد عليها. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لجلسائه: ما سمعتم في سكنى مكة؟ فقال السائب بن يزيد: سمعت العلاء او قال العلاء بن الحضرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بمكه بعد قضاء نسكه ثلاثا وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد حدثنا ابي عن صالح عن عبد الرحمن بن حميد انه سمع عمر بن عبد العزيز يسال السائب بن يزيد فقال السائب سمعت العلاء بن الحضرمي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث ليال يمكثهن المهاجر بمكه بعد الصدر وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج واملاه علينا املاء اخبرني اسماعيل بن محمد بن سعد ان حميد بن عبد الرحمن بن عوف اخبره ان السائب بن يزيد اخبره ان العلاء بن الحضرمي اخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مكث المهاجر بمكه بعد قضاء نسكه ثلاثا وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا الضحاك بن مخلد اخبرنا ابن جريج بهذا الاسناد مثله. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي اخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكه لا هجره ولكن جهاد ونيه واذا استنفرتم فانفروا وقال يوم الفتح فتح مكه ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمه الله الى يوم القيامه وانه لم يحل القتال فيه لاحد قبلي ولم يحل لي الا ساعه من نهار فهو حرام بحرمه الله الى يوم القيامه لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط الا من عرفها ولا يختلى خلاها فقال العباس يا رسول الله الا الاذخر فانه لقينهم ولبيوتهم فقال الا الاذخر وحدثني محمد بن رافع حدثنا يحيى بن ادم حدثنا مفضل عن منصور في هذا الإسناد بمثله، ولم يذكر يوم خلق السماوات والأرض، وقال بدل القتال: القتل، وقال: لا يلتقط لقطته إلا من عرَّفها. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي شريح العدوي، أنه قال لعمرو بن سعيد: وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذا لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي، وأبصرته عيناي حين تكلم به، أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار. وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب، فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم، ولا فارا بخربة. حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعا عن الوليد. قال زهير حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الاوزاعي حدثني يحيى بن ابي كثير حدثني ابو سلمة هو ابن عبد الرحمن حدثني ابو هريره قال لما فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم مكه قام في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله حبس عن مكه الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وانها لن تحل لاحد كان قبلي وانها احلت لي ساعه من نهار وانها لن تحل لاحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها الا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يفدى واما ان يقتل فقال العباس الا الاذخر يا رسول الله فانا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاذخر فقام ابو شاه رجل من اهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شاه قال الوليد فقلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان، عن يحيى: أخبرني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول: إن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكه بقتيل منهم قتلوه فاخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال ان الله عز وجل حبس عن مكه الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين الا وانها لم تحل لاحد قبلي ولن تحل لاحد بعدي الا وانها احلت لي ساعه من النهار الا وانها ساعتي هذه حرام لا يخبط شوكها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها الا منشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يعطى يعني الديه واما ان يقاد اهل القتيل قال فجاء رجل من اهل اليمن يقال له ابو شاح فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتبوا لأبي شاه فقال رجل من قريش: إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. حدثني سلمة بن شبيب حدثنا ابن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح". حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد، أما القعنبي فقال: "قرأت على مالك بن أنس". وأما قتيبة فقال: "حدثنا مالك". وقال يحيى واللفظ له: قلت لمالك: أحدثك ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه، فقال مالك: نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد الثقفي قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة: حدثنا معاوية بن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة، وقال قتيبة: دخل يوم فتح مكة، وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. وفي رواية قتيبة قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر. حدثنا علي بن حكيم الأودي أخبرنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والحسن الحلواني قال حدثنا أبو أسامة عن مساور الوراق قال حدثني وفي روايه الحلواني قال سمعت جعفر بن عمرو بن حريث عن ابيه قال كاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامه سوداء قد ارخى طرفيها بين كتفيه ولم يقل ابو بكر على المنبر حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حرم مكه ودعا لاهلها واني حرمت المدينه كما حرم ابراهيم مكه وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة وحدثنيه أبو كامل الجحدري حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد حدثني سليمان بن بلال حا وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المخزومي حدثنا وهيب كلهم عن عمرو بن يحيى هو المازني بهذا الإسناد، أما حديث وهيب فكرواية الدراوردي بمثل ما دعا به إبراهيم، وأما سليمان بن بلال وعبد العزيز بن المختار ففي روايتهما مثل ما دعا به إبراهيم. وحدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا بكر يعني بن مضر عن ابن الهاد عن ابي بكر بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم حرم مكه واني احرم ما بين لابتيها يريد المدينه وحدثنا عبد الله بن مسلمه بن قعنب حدثنا سليمان بن بلال عن عتبه بن مسلم عن نافع بن جبير ان مروان بن الحكم خطب الناس فذكر مكه واهلها وحرمتها ولم يذكر المدينه واهلها وحرمتها فناداه رافع بن خديج فقال ما لي اسمعك ذكرت مكه واهلها وحرمتها ولم تذكر المدينة وأهلها وحرمتها، وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها، وذلك عندنا في أديم خولاني، إن شئت أقرأتك. قال فسكت مروان ثم قال: قد سمعت بعض ذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلاهما عن أبي أحمد. قال أبو بكر: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي، حدثنا سفيان عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عثمان بن حكيم حدثني عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا مروان بن معاوية حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم ذكر مثل حديث ابن نمير، وزاد في الحديث: ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص، أو ذوب الملح في الماء. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد جميعا عن العقدي قال عبد اخبرنا عبد الملك بن عمرو حدثنا عبد الله بن جعفر عن اسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد ان سعدا ركب الى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا او يخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر جميعا عن إسماعيل، قال ابن أيوب: حدثنا اسماعيل بن جعفر: اخبرني عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب، انه سمع انس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي طلحه: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني، فخرج بي ابو طلحه يردفني وراءه، فكنت اخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل. وقال في الحديث ثم اقبل حتى إذا بدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه، فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. وحدثناه سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد، قالا حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري، عن عمرو بن ابي عمرو، عن انس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير انه قال: اني احرم ما بين لابتيها. وحدثناه حامد بن عمر، حدثنا عبد الواحد، حدثنا عاصم، قال قلت لانس بن مالك احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه قال نعم ما بين كذا الى كذا فمن احدث فيها حدثا قال ثم قال لي هذه شديده من احدث فيها حدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامه صرفا ولا عدلا قال فقال ابن أنس أو آوى محدثا حدثني زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عاصم الأحول قال سألت أنسا أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال نعم هي حرام لا يختلى خلاها فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم، وبارك لهم في مدهم. وحدثني زهير بن حرب وابراهيم بن محمد السامي قال حدثنا وهب بن جرير حدثنا ابي قال سمعت يونس يحدث عن الزهري عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل بالمدينه ضعفي ما بمكه من البركه وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كُريب جميعاً عن أبي معاوية، قال أبو كُريب: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي، عن أبيه قال: خطبنا علي بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا شيئاً نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، قال: وصحيفه معلقه في قراب سيفه فقد كذب فيها اسنان الابل واشياء من الجراحات وفيها قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المدينه حرم ما بين عير الى ثور فمن احدث فيها حدثا او اوى محدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامه صرفا ولا عدلا وذمه المسلمين واحده يسعى بها ادناهم ومن ادعى الى غير ابيه او انتمى الى غير مواليه فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامه صرفا ولا عدلا وانتهى حديث أبي بكر وزهير عند قوله يسعى بها أدناهم ولم يذكر ما بعده وليس في حديثهما معلقة في قراب سيفه وحدثني علي بن حجر السعدي أخبرنا علي بن مسهر حا وحدثني أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث أبي كُريب عن أبي معاوية إلى آخره، وزاد في الحديث: فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، وليس في حديثهما من ادعى إلى غير أبيه، وليس في رواية وكيع. ذكر يوم القيامه وحدثني عبد الله بن عمر القواريري ومحمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن الاعمش بهذا الاسناد نحو حديث ابن مسهر ووكيع الا قوله من تولى غير مواليه وذكر اللعنه له حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائده عن سليمان عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينه حرم فمن احدث فيها حدثا او اوى محدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. وحدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر، حدثني أبو النضر، حدثني عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، ولم يقل يوم القيامة، وزاد: وذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم. فمن اخفر مسلما فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل منه يوم القيامه عدل ولا صرف حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره انه كان يقول لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد. قال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق. حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة قال أبو هريرة فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتها وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حما حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره انه قال كان الناس اذا راوا اول الثمر جاءوا به الى النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة، بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه، قال: ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى باول الثمر فيقول اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركه مع بركه ثم يعطيه اصغر من يحضره من الولدان حدثنا حماد بن اسماعيل بن عليه حدثنا ابي عن وهيب عن يحيى بن ابي اسحاق انه حدث عن ابي سعيد مولى المهري انه اصابهم بالمدينه جهد وشده وانه اتى ابا سعيد الخدري فقال له إني كثير العيال وقد أصابتنا شدة فأردت أن أنقل عيالي إلى بعض الريف فقال أبو سعيد لا تفعل إلزم المدينة فإنا خرجنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم أظن أنه قال حتى قدمنا عصفان فأقام بها ليالي فقال الناس والله ما نحن هنا في شيء وان عيالنا لخلوف ما نامن عليهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا الذي بلغني من حديثكم ما ادري كيف قال والذي احلف به او والذي نفسي بيده لقد هممت او ان شئتم لا ادري ايتهما قال لامرن بناقتي ترحل ثم لا احل لها عقده حتى اقدم المدينه وقال اللهم ان ابراهيم حرم مكه فجعلها حرما واني حرمت المدينه حراما ما بين مازميها ان لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال ولا تخبط فيها شجره الا لعلف اللهم بارك لنا في مدينتنا اللهم بارك لنا في صاعنا اللهم بارك لنا في مدنا اللهم بارك لنا في صاعنا اللهم بارك لنا في, اللهم بارك لنا في مدنا اللهم بارك لنا في مدينتنا اللهم اجعل مع البركه بركتين والذي نفسي بيده ما من المدينه شعب ولا نقب الا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا اليها ثم قال للناس ارتحلوا فارتحلنا فاقبلنا الى المدينه فوالذي نحلف به او يحلف به الشك من حماد ما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينه حتى اغار علينا بنو عبد الله بن غطفان وما يهيجهم قبل ذلك شيء وحدثنا زهير بن حرب حدثنا اسماعيل بن عليه عن علي بن المبارك حدثنا يحيى بن ابي كثير حدثنا ابو سعيد مولى المهري عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا واجعل مع البركه بركتين وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبيد الله بن موسى، أخبرنا شيبان، حا، وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الصمد، حدثنا حرب يعني ابن شداد، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سعيد مولى المهري أنه جاء أبا سعيد الخدري ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله وأخبره أن لا صبر له على جهد المدينة ولأوائها فقال له: ويحك لا آمرك بذلك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة إذا كان مسلما". حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب جميعاً عن أبي أسامة واللفظ لأبي بكر وابن نمير قال حدثنا ابو اسامه عن الوليد بن كثير حدثني سعيد بن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري ان عبد الرحمن حدثه عن ابيه ابي سعيد انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اني حرمت ما بين لابتي المدينه كما حرم ابراهيم مكه قال ثم كان ابو سعيد ياخذ وقال ابو بكر يجد احدنا في يده الطير فيفكه من يده ثم يرسله وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن يسير بن عمرو عن سهل بن حنيف قال اهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الى المدينه فقال انها حرم امن وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبده عن هشام عن ابيه عن عائشه قالت قدمنا المدينه وهي وبيئه فاشتكى ابو بكر واشتكى بلال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى أصحابه قال: «اللهم حبب إلينا المدينة، كما حببت مكة أو أشد، وصححها، وبارك لنا في صاعها ومدها، وحول حماها إلى الجحفة. وحدثنا أبو كُريب حدثنا أبو أسامة وابن نُمير عن هشام بن عروة، بهذا الاسناد نحوه. حدثني زهير بن حرب، حدثنا عثمان بن عمر، اخبرنا عيسى بن حفص بن عاصم، حدثنا نافع عن ابن عمر، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صبر على لاوائها كنت له شفيعا او شهيدا يوم القيامه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن قطن بن وهب بن عويمر بن الاجدع عن يحنس مولى الزبير اخبره انه كان جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنه فاتته مولاه له تسلم عليه فقالت اني اردت الخروج يا ابا عبد الرحمن اشتد علينا الزمان فقال لها عبد الله اقعدي لكاع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة وحدثنا محمد بن رافع حدثنا بن أبي فديك أخبرنا الضحاك عن قطن الخزاعي عن يحنس مولى مصعب عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صبر على لاوائها وشدتها كنت له شهيدا او شفيعا يوم القيامه، يعني المدينه. وحدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن اسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا". وحدثنا ابن أبي عمر: "حدثنا سفيان عن أبي هارون موسى بن أبي عيسى" انه سمع ابا عبد الله القراض يقول سمعت ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا يوسف بن عيسى حدثنا الفضل بن موسى اخبرنا هشام بن عروه عن صالح بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبر احد على لاواء المدينه بمثله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نعيم بن عبد الله عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على انقاب المدينه ملائكه لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وحدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن اسماعيل بن جعفر. اخبرني العلاء عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينه حتى ينزل دبر احد ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء. هلم الى الرخاء والمدينه خير لهم لو كانوا يعلمون والذي نفسي بيده لا يخرج منهم احد رغبه عنها الا اخلف الله فيها خيرا منه الا ان المدينه كالكير تخرج الخبيث لا تقوم الساعه حتى تنفي المدينه شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد وحدثنا قتيبه بن سعيد عن مالك بن انس فيما قرا عليه عن يحيى بن سعيد قال سمعت ابا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت بقريه تاكل القرى يقولون يثرب وهي المدينه تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حا وحدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب جميعا عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وقالا كما ينفي الكير الخبث لم يذكر الحديد حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله ان اعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصاب الاعرابي وعك بالمدينه فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اقلني بيعتي فابى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال اقلني بيعتي فأبى، ثم جاءه فقال أقلني بيعتي، فأبى، فخرج الأعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير، تنفي خبثها وينصع طيبها. وحدثنا عبيد الله بن معاذ، وهو العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن عدي، وهو ابن ثابت، سمع عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انها طيبه يعني المدينه وانها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضه وحدثنا قتيبه بن سعيد وهناد بن السري وابو بكر بن ابي شيبه قالوا حدثنا ابو الاحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى سمى المدينة طابة حدثني محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج بن محمد حا وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن شريج أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس عن أبي عبد الله القراظ أنه قال: أشهد على أبي هريرة أنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أراد أهل هذه البلدة بسوء، يعني المدينة، أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وحدثني محمد بن حاتم وابراهيم بن دينار. قال حدثنا حجاج حا وحدثنيه محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج. قال اخبرني عمرو بن يحيى بن عماره انه سمع القراظ وكان من اصحاب ابي هريره. يزعم انه سمع ابا هريره يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أهلها بسوء يريد المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. قال ابن حاتم في حديث ابن يحنس بدل قوله بسوء شرا. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي هريرة موسى بن أبي عيسى حا وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا الدراوردي عن محمد بن عمرو جميعا سمع ابا عبد الله القراظ سمع ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا حاتم يعني بن اسماعيل عن عمر بن نبيه اخبرني دينار القراظ قال سمعت سعد بن ابي وقاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر عن عمر بن نبيه الكعبي عن أبي عبد الله القراض أنه سمع سعد بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله غير انه قال بدهم او بسوء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا اسامه بن زيد عن ابي عبد الله القراظ قال سمعته يقول سمعت ابا هريره وسعدا يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لاهل المدينه في مدهم وساق الحديث وفيه من اراد اهلها بسوء اذابه الله كما يذوب الملح في الماء حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع عن هشام بن عروه عن ابيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن ابي زهير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح الشام فيخرج من المدينه قوم باهليهم يبسون والمدينه خير لهم لو كانوا يعلمون ثم تفتح اليمن فيخرج من المدينه قوم باهليهم يبسون والمدينه خير لهم لو كانوا يعلمون ثم تفتح العراق، فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني هشام بن عروة عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن سفيان بن أبي زهير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يفتح اليمن فياتي قوم يبسون فيتحملون باهليهم ومن اطاعهم والمدينه خير لهم لو كانوا يعلمون ثم يفتح الشام فياتي قوم يبسون فيتحملون باهليهم ومن اطاعهم والمدينه خير لهم لو كانوا يعلمون ثم يفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. حدثني زهير بن حرب، حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد حا وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له، أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة: ليتركنها أهلها على خير ما كانت مذللة للعوافي، يعني السباع والطير. قال مسلم: أبو صفوان هذا هو عبد الله بن عبد الملك، يتيم بن جريج عشر سنين، كان في حجره. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثني ابي عن جدي، حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب انه قال: اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينه على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي يريد عوافي السباع والطير، ثم يخرج راعيان من مزينه يريدان المدينه ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه. عن عبد الله بن ابي بكر، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد المازني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه. وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن يزيد بن الهاد عن ابي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حا وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه ومنبري على حوضي حدثنا عبد الله بن مسلمه القعنبي حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل الساعدي عن ابي حميد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك وساق الحديث وفيه ثم اقبلنا حتى قدمنا وادي القرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني مسرع فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث فخرجنا حتى اشرفنا على المدينه فقال هذه طابه وهذا احد وهو جبل يحبنا ونحبه حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا قره بن خالد عن قتاده حدثنا انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احدا جبل يحبنا ونحبه وحدثنيه عبيد الله بن عمر القواريري حدثني حرمي بن عماره حدثنا قره عن قتاده عن انس قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى احد فقال ان احدا جبل يحبنا ونحبه حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه في مسجدي هذا خير من الف صلاه في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام. حدثني إسحاق بن منصور، حدثنا عيسى بن المنذر الحمصي، حدثنا محمد بن حرب، حدثنا الزبيدي عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر مولى الجهنيين، وكان من أصحاب أبي هريرة. أنهما سمعا أبا هريرة يقول: صلاه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من الف صلاه فيما سواه من المساجد الا المسجد الحرام فان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر الانبياء وان مسجده اخر المساجد قال ابو سلمه وابو عبد الله لم نشك ان ابا هريره كان يقول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعنا ذلك ان نستثبت ابا هريره عن ذلك الحديث حتى اذا توفي ابو هريره تذاكرنا ذلك وتلاومنا الا نكون كلمنا ابا هريره في ذلك حتى يسنده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان سمعه منه فبينا نحن على ذلك جالسنا عبد الله بن ابراهيم بن قارض فذكرنا ذلك الحديث والذي فرطنا فيه من نص ابي هريره عنه فقال لنا عبد الله بن ابراهيم اشهد اني سمعت ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني اخر الانبياء وان مسجدي اخر المساجد حدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سألت أبا صالح هل سمعت أبا هريرة يذكر فضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا ولكن أخبرني عبد الله بن إبراهيم بن قارض أنه سمع أبا هريرة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة أو كألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا أن يكون المسجد الحرام. وحدثنيه زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن حاتم قالوا: حدثنا يحيى القطان عن يحيى بن سعيد بهذا الاسناد وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن نمير وأبو أسامة، حا، وحدثناه ابن نمير، حدثنا أبي، حا، وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، كلهم عن عبيد الله بهذا الإسناد. وحدثني ابراهيم بن موسى اخبرنا ابن ابي زائده عن موسى الجهني عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله وحدثناه ابن ابي عمر حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا قتيبه بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال قتيبه حدثنا ليث عن نافع عن ابراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس انه قال ان امراه اشتكت شكوى فقالت ان شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس، فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليها، فأخبرتها ذلك، فقالت اجلسي فكلي ما صنعت، وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة. قال عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الاقصى وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري بهذا الاسناد غير انه قال تشد الرحال الى ثلاثه مساجد وحدثنا هارون بن سعيد الايلي، حدثنا ابن وهب، حدثني عبد الحميد بن جعفر، أن عمران بن أبي أنس حدثه، أن سلمان الأغر حدثه، أنه سمع أبا هريرة يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد، مسجد الكعبة، ومسجدي. ومسجد إيلياء حدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد الخراط قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال قلت له كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى قال قال أبي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه، فقلت يا رسول الله، أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض، ثم قال: هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة، قال فقلت: أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره. حدثنا أبو جعفر أحمد بن منيع، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله، حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين قال ابو بكر في روايته قال ابن نمير فيصلي فيه ركعتين وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى، حدثنا عبيد الله، أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. وحدثني أبو معن الرقاشي زيد بن يزيد الثقفي بصري ثقة، حدثنا خالد يعني ابن الحارث عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى القطان. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ياتي قباء راكبا وماشيا. وحدثنا يحيى بن ايوب وقتيبه وابن حجر قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل بن جعفر اخبرني عبد الله بن دينار انه سمع عبد الله بن عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي قباء راكبا وماشيا وحدثني زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينه عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان يأتي قباءً كل سبت، وكان يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت. وحدثناه ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباءً يعني كل سبت. كان يأتيه راكبا وماشيا، قال ابن دينار: وكان ابن عمر يفعله. وحدثنيه عبد الله بن هاشم: حدثنا وكيع عن سفيان، عن ابن دينار بهذا الإسناد، ولم يذكر كل السبت.